أحافظ على سر منها وأن أحافظ على سر منها واحترام قوانينها واحترام قوانينها وأن تصل علاقتي بمرضاي وأن تصل علاقتي بمرضاي وبزملائك الأطباء وبزملائك الأطباء وبالمجتمع وبالمجتمع وفقا لما نصت عليه وفقا لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف منها وميثاق شرف منها والله على ما أقول شهيد والله كل شويه الزنادي خليفه الزنادي خليفه مفيش حد مسافر عندكم الا الزنادي خليفه جاتكم نيله محطه كلها حراميه واحد يعلق الشنط تاني يعلق البلطو والجاكيته تالت يعلق الساعه مع اني كنت هعملها علبه نشوء والرابع يعلق المحفظه فيها البطاقه الشخصيه وكارنيه النقابه وجواب التعيين طب انا مطلع منهم 8 نسخ اما اشوف هيعمل بيهم ايه قالوا لي القطر قدام رصيف 3 اللي انا شايف لها القطر امسح لما تشوف بابا انا هوريك انا لازق شوف لازق اقعد فيها جمعه شوف لما تحصل ايه بتعدي احنا ما اتفقناش على ايه اللي هناك ده جدول سياده دي
وما لا مبوزه كده ليه؟ يا بيه ما عملتهاش حاجه. لا خد فرده وسيب لي فرده يا بيه. وانت الاثنين خليك جميل. طب انا معاك ولا سايبك بقى؟ ادم يقتلوا كل الجزمه عندك يا ابني. الجزمه عاوزها انا. ناقص ايه تاني ياخدوه بقى؟ المتجه الى اسوان عن طريق مرسى مطروح. نعم يا اخويا. وقيل في سيناء وجار البحث عنه. يا سلام اطرب حاجه تعلق يا جدعان. يا سند انت في جزمه وشويه كراكيب. سند مين بينا؟ انا ند. اهلا يا دكتور. فين؟ انا قدام رصيف ثلاثه. فين ثلاثه؟ مش لاقي تاكسي. لا ما انت ما تلاقيش. بلد زحمه قوي. لا ما اعذر هيلغوا الاختراع بتاع التاكسي. كل واحد الناس في الشارع عين عاملين كده. كل واحد بيشاور بايده. وقفت اشاور بايدي معاه كويس. ساعه والله واقفين زي العبط نعمل كده. قاعدين نعمل كده. وبعدين جت عربيه رحت ناطط انا اول واحد. طب كويس ولا كويس ولا نيله؟ ليه؟ طلعت عربيه زباله وقفلت. عربيه زباله؟ وما انت شايفها اذا كانت عربية زبالة ولا مش عربية زبالة؟ انا مش شايف من الزحمة والناس. ما صدقت حاجة بعجل توصلني يا زلمة. ده انا نمت كمان. نمت حد ما شممت الريحة بقى. قلت لا. هو انت كنت ما شممتهاش؟ شممتهاش. وانا افتكرته على الجنب بيعمل حاجة بتاعه. حد بقى ما لقيت بلاويز بتاعه وجريت لقيت تاكسي واقف كده. فرحت قوي والله. فاضي يا اسطى؟ قال لي اتفضل. دخلت لقيت ناس كده عالم. مفيش كنب حاطط ناس عالم فوق بعض. هو نفسه مش قاعد على كرسي قاعد على زبون يا عيني. هنين عليه. قلت له ايه يا اسطى ده؟ قال لي انا فاضي. قلت له ربنا يسهل. خدتها جري. احسن حاجه رياضه. ما تسلش نفسك للناس دي. رياضه. معاك بنطلون حلو ما يوقعش اجري. معايا. جزمه حلوه ما تضربش اجري. كانت معايا. دي حاجه؟ لا ما فيش. افتكرت. المهم ان انا جريت من هنا والناس بتشاور لي من هنا يا زلمه. ليه؟ الناس بتشاور لاي حاجه بتجري دلوقتي. والله اللي يعمل لي كده واللي يعمل لي كده. انا وقفت انشف عرقي. جاني واحد قال لي نفرين بابلو. بابلو؟ مع انه مش طريقك يعني. واحد شايل مراته والله. خدها الباب الحديد. وخدتها؟ خدها بندر. رماها عليا وجري. وانت عملت ايه؟ وطيت وقعت على واحد طالع الجيزه افتكر. وبعدين ولا حاجه. عسكري المرور عايز نقف في الاشاره. قلت له يا عم اتكل على الله. اصل الاشاره حمراء. انا جريت راح كله جري ورايا. الله بوظت الدنيا. جري ورايا امين الشرطه وعمل لها حكايه. الله الله. حاولت ازوغ منه ما عرفتش. يا عمل العيال دي مش سهله يعني. عمل ايه؟ خد نمره البنطلون. فالمحطة دي فيها ميزة حلوة أوي. أنت توصل بحاجتك هم سفروها. فين ما تعرفش. طب خلي بالك من الهاند باك. لا حاجة. هاند باك صعيدي. القطر ده هيتأخر؟ لا دي حاجة في علم السكة الحديد. ليه؟ عشان أرجع أنا المستشفى بقى. ليه خير؟ زحمة وعمليات. والله ساب واحد فاتح بطنه وجيت عشانك يا زنتي. وساب بطنه مفتوحة؟ هي كانت عملية سريعة. أنا استأصلت أوام أوام الحمد لله خلاص. طب إيه اللي استأصلته أوام أوام؟ معرفش لقيت حاجة حمرا كده رحت راميها. أنا بفهم. حاجة حمرا إزاي؟ حاجة سمبوكسة كده. سمبوكسه يبقى القلب. لا 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 دي مش لازقه في حاجه. قلت مش بتاعته ارمي. سيبها. لا لا بس الراجل ما فيهوش حاجه الحمد لله. هو مات ما فيهوش اي حاجه خالص. لا كويس ان ما حصلوش مضاعفات ولا نزيف داخلي ولا ما نطقش يا رب. لا ربنا لطف بيه. وانت في حد بينطق معاك؟ والله العظيم. ايه بتعيط ليه؟ بس اول مره نفترق عن بعض من 15 سنه يا راجل. كلها كام سنه تكليف وترجع انت اول واحد يروح الصعيد؟ ياما غيرك راحوا الصعيد وما رجعوش يا زناتي. ايوه بس انا خايف قوي. بقول لك الناموس هناك بهدله خالص. يتلموا ناموستين على البني ادم يصفوا دم ودم اللي خلفوه. انت يهمك ناموس؟ طبعا يهمني يا راجل. والله لو اتلم عليك ناموس جنوب افريقيا كله يا زناتي ما يحوق في فرده خد واحده. فرده يا راجل. ناموس بيقرص جلد يا زناتي. ده اسفلت ده كده. انا بشرتي اسفلت يعني. خدودك حلوه. ليك حق تتريق. اما امي كانت تقول لي اللي مالوش ظهر ينضرب على بطنه يا ابني. ما الكوسه اللي عينيدك في القاهره يا سيد. لا يا راجل على ايدك 7 سنين امتياز ما شاء الله. ما دي قمه الكوسه. كلهم كانوا بيجاملوا المرحوم ابوك الدكتور مستكاوي استاذهم. في حاجه اسمها مجامله في الطب يا راجل؟ ده كل الطب مجامله يا راجل. احنا وارثين الطب ده عن ايام جدنا بقراط. العيله كلها دكاتره. تعرف لو جدك بقراط كان هيعرف انك انت هتبقى من سلالته. كان اشتغل بقال طعمجي اي حاجه. والله زنيت. انا النهارده حطيت حجر الاساس في مستقبلي. عملت ايه؟ استقلت.
انت جننت رسمي ده. ليه ده كل الدفعه بتحسدك انك اتعينت نايب؟ يعني مستقبلك العلمي واسع ومتسع، شوف ماجستير وزماله ودكتوراه وبلاوي. النهارده طول عمري تلميذ اخد 40 جنيه يا سيد. البحث العلمي ملوش مدى يا عم. عايزين نفتح العياده ونشتغل. تعرف المرحوم ابوك الدكتور مستكاوي كان عايش وسمعك وانت بتقول الكلام ده، كان ضربك بالحذاء. انت عملت دي ظريفه تعرف ايه اللي ظريف؟ كانت الجزمه تحت الشراب دي ظريفه جدا يا زلمه. في جزمة تحت الشراب كده جزمة تعيش. اه والله انت كده دلوقتي خلي لما على الجزمة اللي تنحجبها لك وفلسه. انا كل املي في حياتي ان ابقى زي المرحوم ابوك الدكتور مستكاوي واكمل رسالتي. هي كمان سابت لك عمارة، انا ابويا ساب لي ايه؟ الله، انت هتنق على حتة بيت قديم في باب الشعرية مساحته 3000 متر بس. الا من حق انا اعمل لك توكيل رسمي عشان كل اول شهر تروح العمارة تلم الايجار من السكان وتحطوا لي في حسابك في البنك اول باول كل اول شهر. هو الايجار كام؟ حوالي 80 جنيه. يا راجل بيع حوادثك كيلو موز ولا بتاع كده؟ ابيعها ازاي يا جدع؟ دي ذكرى. ذكرى؟ كفايه انها من ريحه امي. ثم انا حاجز فيها دور بحاله عشان ان شاء الله لما ارجع من الصعيد هعمله مستوصف واكمل رساله ابوك الدكتور مستر. طيب مع السلامه. اشوفك بخير يا حبيبي. مع السلامه. السلام عليكم. الصحيه
العيانة دي الحقنة واللي مسكينة دي اللقمة العيانة دي الحقنة واللي مسكينة دي اللقمة انا حكيم الصحيه العيانه دي لحمه واللي مسكينه دي لقمه العيانه دي لحمه والمسكينه دي لقمه واحد من سرجي مرجي ايوه انت حكيم ولا تمرجي قلنا حكيم واحد من سرجي مرجي انت حكيم ولا تمرجي ثانية واحدة ايوه عايزينه فين؟ في البيت؟ لا 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 الدكتور بتاعنا بروحش بيوت معلش معلش يعني برضه شوفوا غير ارحمني واللي عايزه يجيله باي باي مساء الخير يا مشتبه اهلا وسهلا يا حاج اي خدمة؟ هو الدكتور موجود؟ لا والله الدكتور مش موجود انت حاجز؟ الاسعار كام عندك؟ انت لسه جاي تسأل على اسعار؟ ايوه كشف عادي 10 جنيه كشف مخصوص 20 جنيه كشف مستعجل 30 جنيه مستعجل 40 جنيه فور وصول عادي 50 جنيه بالمنظار 60 جنيه وشامل 100 جنيه والعمليات ليها اتفاق خاص دكتور بيعمل عمليات كمان اه الدكتور بتاعنا بتاع كله في الحلاوه طب مفيش كشف ارخص من كده شويه كشف ارخص اه في كشف التليفون ب 10 جنيه اه تضرب تليفون تقول له انا تعبان شويه اقول لك دلع نفسك نام على جنب خد اسبرينه بتاع ما ينفعش انا عايز الدكتور يقلعني ويكشف عليا كشف شرعي اكشف كشف عادي يلا بكام؟ ب 10 جنيه 10 جنيه اه عشان انت راجل حنين وجدع يعني معايا امر ايه؟ ربنا يسعدك اتفضل حلوين حلوين اتفضل انت هات بس مواليد شهر ايه؟ فبراير اللي جاي تجي لنا باذن الله يعني اعمل لك عيد ميلادك ونقلعك وندلعك وتبقى فله انا تعبان قوي تعبان قوي؟ قوي ايش الكشف مستعجل بقى؟ بكام؟ ب 30 جنيه؟ بالعشرة لا بالحقنة يا ابني لا ورايا زباين 30 جنيه ايه اللي انا تعبان من كله مضروب يعني؟ خالص طب اكتب جوجو وانا ادخلك اول واحد ايه الجوجو ده؟ جوجو مين يعني؟ جنيه يعني لا بسيط يلا يا سيد يلا يا قمر ايه يا عم بتجيب بترول ما تيلا يلا يا سيد ادي 25 50 50% 75 85 95 لا ناقص شلل معلش احب انا الكماله قوي ايوه حلوين ليك عندي ملبسه اتكل على الله ولا حد يقلع انت باذن الله بقول لك ايه تاني لما الدكتور يكتب لك على الدواء تبقى تديني وانا اصرفه لك مجاني مفيش حاجه مجانا هصرفه لك ارخص من الاجزخان شكرا يا سيدي بعمله على ايدي يعني اوف يا ساتر ايه ده مش معقول يا حضر اهلا وسهلا يا ست هانم قولي يا دلعادي يا دلعادي اوه باردون سوري قولي يا انت محسوبك عبد الموس ايه الزحمه اللي على العياده دي يا دلعادي تاني يا دلعادي اوه باردون سوري هي الزحمه كل يوم بالشكل ده يا انت دي جايه تنبر بقى ربنا يزيد ويبارك يا ست هانم من بعد لباب السماء يا دلعادي نعم اوه باردون قول يا انت والدكتور لطيف الدكتور اسمه نادر يا اخويا ما تلفها نعم اوه باردون سوري قصدي يعني الدكتور لطيف
الزعيم جنتلمان. والله ما عنديش فكره بس كان جنتلمان ولا خضر العطار ما اعرفش. وانت قطيعه مسمسمه راجل زي ابو السلوزه كان مسمسم وانا مش في اوه كده فردون ليه اوه عضيق فيه من الحمد داري وميد الجنب ارحمني يعني تعتيعاته لسمسمه انت فاهم شرب انا مش فاهم وسيبي خالتي بقى بشرب ولا من غير بشرب بشرب متجوز ولا عازب خاطب ولا بيحب اما انت وليه حشرية ساعة انت عايز ايه بالظبط نعم 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 حشرية جرايه بيعرف دي بقى قصدي يعني بيعرف بيعرف في كل حاجه ودكتور حلو واخر اراضي لا انت فهمتني غلط قصدي يعني بيعرف يرقص اوه بردون موني بلدي بقى ولا فرنجة هاني بلدي طبعا يا الدلعادي نعم اوه بردون سوري طبعا فرنجي ايه انا ما عنديش فكره بس كان بيرقص بلدي ولا فرنجي ولا هولندي انا في الحلاوه قصدي كل اصحابي في النادي بيمدحوا لي فيه هو راجل حنين وجدع قوي الحقيقه وقالوا لي انه يجنن ايه ده يجنن يجنن ايه يا ست احنا في عياده ايه اللي يجنن ايه عشان كده انا اتجننت وجيت عاوز اقابله يا الدلعادي عايزه تقابليه ايوه كشف يعني ولا فرجه لا كشف كشف أيوة. طب ادفع 50 جنيه و10 جنيه ليا ادلعك اكبر دلع وادخلك اول واحد ميرسي قوي قوي يا الدلعادي ربنا يسعدك حلوين فردون سوري يا خبر يا خبر يا خبر في ايه نسيت نسيت ايه ميرسي قوي 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 يا انت يا ربنا يسعدك مع السلامه يا حاج مع السلامه عيادة يا دكتور عيادة يا دكتور عيادة يا دكتور يا ليه ايه ده مفيش حد الله انت وقعت منين إيه؟ انا لسه كانس العياده دلوقتي جميل قوي الاختراع ده والله مين حسنين ومحمدين ايوه يا عم الكل نعم دي عياده نعم بقول لك دي العياده ايوه دي العياده دكتور موجود لا مش موجود ليه انت بتزعل ايه تعبان يا سيدي اللي تعبان ما يزعل انا عيان والعيان برضو ما يزعل انا عمود في مليون واحد ايه 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 اديني 50 جنيه و10 جنيه للدكتوره دلعت اكبر دلع ودخلك اول واحد حلوين مع السلامه اقعد هتقعد تقعدوني ده لازم يا بص ايوه شيل ايه يا دكتور شيل اشيل ايه انت فين يا دكتور انا لقيت حد يا موس انا نازل من العربيه مغمى عليها تحت على باب العمارة سيدي حظك في رجليك وماشيه معاك فله قصدي ده اشيلها 9 ادوار والاسانسير على الطرف ما تقلقش اكتب لك اجره المشان على الفيزيت طوال شفنا شادد طوال شادد هلا يا دكتور نادر سبيكي اي فرما عن دكتور نادر مين يا فندم واحد اضمنه يا فندم انا دكتور من الشيخ حارم صاحبي اسمه ايه صاحبي ده زنات خليل لا صعب بس كان هو زنات خليل هيبقى صعب دكتور الدكتور دفعيه البنت معهوش بطاقه لا معلش لا انا اضمنه قوي قوي بس انا عندي زحمه شويه في العياده انا السبت ساعتك تبعتوا لي مع عسكري وانا اضمنه وابعت لك العسكري يا انس ها اصحى يا ست كويسه دلوقتي احسن يا دكتور طبعا اتفضلي حضرتك ارتاحي لحظة وهبقى معاكي لحظة اتفضلي يا ستي
كويسه دلوقتي؟ احسن يا دكتور. لا نطمن عليكي ونشوف مين اللي خلص عندك دكتي. الواد ما بيشحنش العجل. لحظه. هلو دكتور نادر سبيكينج. اهلا يا ماجد. بونجور. ازيك؟ اه خير. ابنك مين؟ ابنك الصغير؟ الواد ده لسه عايش؟ اتفضلي الكاس. اتفضلي. لحظه وهبقى مع سعادتك. اسمك يا هانم لو سمحتي؟ ميسة. ميسة. سنك؟ ثلاثة. ثلاثة ايه؟ 23. 23. سيادتك متزوجة؟ هتطلق. لا انا اقصد الحالة الاجتماعية، يا متجوزة يا مطلقة. متجوزة وهتطلق. الاثنين؟ متطلقة. الدفعة دي جات لك قبل كده هانم؟ لا يا دكتور. أول مرة تجيلي؟ أيوه. تاكلي كويس؟ أيوه. احنا بنعمل في نفسنا يعني، بننزل من غير فطار وده غلط. لازم سعادتك تاكلي أي حاجة الصبح، لأن المعدة بتبقى عايزة أي حاجة عشان خاطر العصارة نفسها. سعادتك لازم تاكلي أي حاجة. دي حكاية ال ألو. احنا مع حكاية نعم؟ أنا مخصر. القلب مش مظبوطة شوية يا مدام. في حاجة خطيرة يا دكتور؟ لا ولا خطيرة ولا حاجة يا ست، بس أنا بقول نعمل رسمة قلب وشوية تحاليل، شوف إيه اللي مش مظبوط عند سعادتك ونظبطه. أنت بتجنني. يعني. أنت أحلى من جوزة يا ولد. مين بظبطه ده؟ أنت ما تعرفوش؟ لا مش دفعتي يعني. التحاليل هنعملها إمتى يا دكتور؟ سعادتك استنيني أنا وأعمل لك كشف كامل بالتحاليل المطلوب. أنا مدام في خدمتك دائما. النشادر يا دكتور. عملنا قلبت الدنيا على حبة النشادر، دول في اجزخانه ولا بقاله ولا محل تجاري. المهم قابلت ام ربيع انا ست حنينه كده بتقوم ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ ولا 10 مش موجوده. ليك يوم. الله يخليك. اجازه؟ يوم منيل. ليه بس انا عملت ايه؟ والعجل مالك؟ العجل كل يوم بشحنه عند الكابوريا هنا ب 4 جنيه بقى. كده وكده ليك يوم. تاني؟ نفس اليوم بعد الظهر على طول. انا مش عارف بس ارضيك ازاي؟ انا مخلي لك العياده كلها. قول لي في زحمه بره؟ زحمه ايه بقى؟ طيب حاول تزحلق نصهم يعني. يعني خلي قد ايه مش عارف. سيب النص 1000 1200. يا دوبك كده. سعادتك يا ستي تستعملي الكبسولات دي 3 مرات في اليوم نقلل التحاليل شويه. سعادتك ما عندكيش حاجه خالص، مجرد انها بسيطه. هشوفك امتى يا دكتور؟ بعد اسبوع سعادتك شرفيني. هتعمل ايه النهارده بالليل يا دكتور؟ بالليل؟ انا بغسل رجلي وانام على طول يا يا ريت تشرفني النهارده في حفل الطلاق. معلش شايفيني انا مشغول في العياده شويه. على كل الماي تليفون بتاعي. تليفون سعادتك؟ يس. يس يور تليفون. يس. جود جود. 9 2 8 9 8. يس. جود نمبر. يس. يو وانت ماي تليفون؟ يس. يس بيكوز اف اني ثينج هابن اني ثينج هابن تو يو اني تايم يو اللهم صل على النبي. 1000. اسال الطحش ده. ايه طحش دي؟ ما تخلي ملابسك حلوه عشان الاغيك انا حلو. زعلت من طحش؟ اسعد طبعا. غزال يا سيدي. ايوه انا احب اللي بقى دي. غزال. وممشوق الاوان. مين اللي ماشى؟ ما بلاش. دي عيادة الدكتور نادر. ده الوبرش بقى. مش بقول لك انت شاوش سكه جاي من الوبرش. يا بيا والله. عيادته نعم. عيادته؟ ايوه عيادته. نهار احوز. روح النهار ليه بس؟ خليك حلو. طب خش يا شاطر. يا عم ما تلعبليش في وشي، انت شايفه عادل قوي، ما تسيبه في حياتك. والنبي تسيبه، والنبي. انا هلعب في دورة المية ده تخيل. انت عايز ايه؟ قول له صديق طفولتك بره. صديق طفولتي انا؟ انت اللي زي كرنوط طفولة قبل كده. ايه يعني مظبوط كده؟ انت زي القلقاس يطلع من بعض. ايه القلقاس؟ القلقاس اتكلم معايا حلو، حاجة غريبة قوي يا اخي. ربنا ربنا. ايه؟ انت بتشتغل ايه هنا؟ ما تقوليش تنطح ده. وهات عيبك بقى. بقول لك ايه؟ بقول
معلش دكتور الدكتور نادر اللي شوش بتولي الوصف وجمع معاه المتهم العثمان الخليفة اذا ضمنه تم الافراج عنه حسب الاتفاق اللي بينه وبنحط ضمن بيت العريس متهم. طب هوريك بقى ورقتك اقبالها دي حاجه الدكتور نادر اقلع بقى. نعم اقلع. طب عيادته منين ده؟ انا سابع 5 سنين بس. صور بقى ده هيعمل فيهم عياده في وسط البلد. عطامي أنا اتفضل يا دكتور. ايه يا راجل؟ ايه معقول ده؟ ايه ايه اللي حصل؟ وايه اللي وداك الاسم؟ لا حكايه بسيطه وهايفه. ضربته من الرضا. ليه؟ لسه خارج من المحطه بدور على تاكسي ماك ناس بتصور كل حادثه. جريت لقيت واحد بسيط عربيه بينزل جنبي. قلت اتكشفت عليه لقيت حد بيتسرع ينقله عرب مستشفى. اتصلت بالاسعاف عشان يبعتوا العربيه. ده في عربيات اسعاف ممتازه. قال لازم تستنى دور. دور ايه؟ عندهم ازمه سواقين. واحد ابن حلال عرض عليا وصلني انا المصاب لاقرب مستشفى. وصلنا مستشفى الدمرداش تصور لقيتها قافله. قلت لهم ازاي المستشفى تقفل؟ قال واخده اجازه. قلت لهم في مستشفى تاخد اجازه؟ دي زي اسم البوليس. عمرك سمعت عن اسم بوليس ياخد اجازه؟ قال لا سام فيها متعطله فقفلوها. هم لازم يقفلوها غير حلو. المشكله ايه؟ المشكله بعد 5 سنين يتخلى. انت ما بداش تبع جامعه عين شمس ولا وزاره الصحه. لحد ما جت وزاره السياحه وحلت المشكله. يا هتعمل ايه وزاره السياحه دي؟ هتعملها فندق سياحي 5 ستارز. فندق سياحي 5 ستارز؟ يس. والعيانين ياخدوا جولد فينجر. المهم رحت شايل المصاب وجريت على المستشفى تاني. صاحب العربيه سابني ومشي كان مستني. دخلت على موظف الاستقبال رفضوا النساء بالحاله. بقول له يا سيد انا المستشفى مش مختصه. قلت له يا سيد دي مساله حياه وموت. وده مكتوب على المبنى كلمه مستشفى ولازم تقبل اي حاجه. ما اقتنعش. سهيت بقى وجريت جوه المستشفى عشان انقذ الراجل اللي انا شايل على ايديا ويخرج. لقيتها في وشي. هي مين؟ الممرضه قاعده بتتكلم في التليفون قدام طبق كبير قد كده اهو وبتقمع فيه بقى. في المستشفى؟ في المستشفى. قلت له يا حسين يا حبيبي النهارده هنفك لك بام يعني. قلت لها استنى حي الراجل بيطلع روحه بقى له ساعتين ولا عبرتني من غير شايفك انا والراجل اللي انا شايفه. قلت لها يا اصلا مفيش كام مره دي هو كل يوم قرر يبقى غير يا ابني وكمان خدامك حبوا فيا خليكم. ما تردش بعد فيها ايه؟ رحت لازم فيها ضرب 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 وتلموا الممرضين وضرب ضرب ضرب لما الدنيا كلها بقى ضرب. ضربتهم كلهم ها؟ ده هم اللي ضربوني ضرب. بعد يقولوا لي انت فاكر نفسك من ستيف اوستن؟ من ستيف اوستن؟ ده طبيب امراض نسي. لا ده قديم قبل الراجل الاخضر بدفعتين تقريبا. من الراجل الاخضر؟ امراض جلديه تلاقي حاجه. المصاب عمل ايه؟ المصاب مص ملح وداب. مات. هرب. هرب بعد ما استغل الزحمه اللي احنا كنا فيها ونشل كل الموجودين حتى انا نشلني. انا مش زعلان على 7 جنيه وربع اللي كانوا في المحفظه ولا البطاقه الشخصيه ولا كارنيه النقابه. انا كل زعلان عليه صوره امي. صور جت سليمه. سليمه ازاي؟ اذا كانوا افتكرونا نشيك النشال. حاولت افهمه مفيش فايده. معلش يا صادق انا كنت اضمنك. انا اضمنك بعناية يا راجل. ايه ده؟ شويه قهوه يروقوك. ده انا نفسي اشرب اي حاجه يا جدع. ده انا بقالي 48 ساعه في القسم شفت اللي محدش شافه. ايه اللي حصل؟ شوف يا ويلي اي واحد يخش قسم بوليس معهوش بطاقه شخصيه. ده انا احتفلوا بيا احتفال يا جدع. اول مره اشوف ناس يلعبوا كوتشين على القفا. يوصلوا قفاك بينهم مش يلعبوا 2 وسط بعض مربعه. وكل شويه تسمع الواد يخش زيو. وأول مرة أشوف كوتشينة كلها أولاد. كلكم وما يقولوا بصركم. بصرة يغمى عليا بتاع 3 4 ساعات. يلا القهوة دي هتروقك قوي يا زناتي. حلو البن بتاع القهوة دي أوي. ده مش بن بتاع السوق، ده بني. مين؟ بني. أنت اللي مبننه؟ لا والله يا زناتي، أنت عارف إن القهوة بيبقى فيها كافيين بيتعب المعدة. أنا بحط تحويجة بلغي الكافيين ده خالص. بس بتلسع. معلش عشان الضفادع لسه نيه لان انا بجيب ال مالك يا زناتي؟ في ايه؟ عشان السكر. انا اصلا ما بحبش السكر. الله 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 انت تعبان قوي زنه. تمام مالك؟ ضفادع. شرب من ضفادع يا مفتر. دي مبشوره مع الحبهان. مبشوره ولا متعبه ضفادع؟ بس فيها شويه فيتامين. فيتامين ايه؟ وانت كمان طمني اخبارك. بس انت قول لي اخبار العماره ايه؟ حلوه عمارتكم قوي. كنت بتلم الايجار والجو كله اول شهر؟ بقى زنقت تعبت قوي. كنت بتورط في حساب البنك كله اول شهر؟ امال ايه؟ طب ليه لغايه دلوقتي البنك ما بعتليش كاش في حسابه؟ انت يا راجل انت من ساعه ما اتخرجت ما تبعتليش جوابك. 5 سنين الجواب الوحيد اللي تبعته لي ما لقيتش ليه عنوان. انا ما كانش ليه عنوان. مش فاهم. انا كنت شغال دكتور طرحين. برضه مش فاهم. شوف ما فيش ناموسه في وجه ابلي ولا بحري ولا واحات الدخله والخارجه والفرافره الا مصر من جسم نص كيلو دم. كل
ناموس البلد دي لحم اكتافه من خير يعني. انت مش تعينت في سوهاج؟ عينوني في الاعداد الخارجيه في محافظه سوهاج. شفت صورك في الجرايد بس من مده. طب في المحافظ وبتقص الشريط بتاع المستشفى. ايوه الافتتاح بتاع المستشفى. ساعات بضحك عليك جامد. ليه؟ غلط الصور يا جدع. انا غلط حاجه بس انت عرفتني ازاي ده كتفي اللي كان باين بس. عرفتك انا لقيت بقعه في الصوره قلت اكيد ده زمان. بقعه وراك 100 واحد عايزين يتصوروا. ودي باينه عيني باينه رجلي باينه في ناس كده. تصور في الشارع فجأة تلاقي واحد راح واقف جنبيه بيعمل كده ويروح ومش عايز الصورة وتصور وروح يعرفك وبس. تشوفهم في التلفزيون بيعملوا ايه؟ وسط ماتش الكورة تلاقي واحد ملوش دعوة بالدنيا ما تتصورش الواحد يعاني قد ايه عشان يتصور جنب مسؤول. قلت لهم طيب رحت لابس البدلة اللي حلت. فين يا جدعان؟ قالوا هنا جنب البيت محافظ وهو بيقص الشريط. لسه جاي اقف جنب الراجل هو سعيد بنفسه هيقص الشريط بقى. طلعوا اللي عايزين يتصوروا طبعا. لقيتك اللي بيسخدني في جنب اللي بيضربني في بطني اللي بيدوس على رجلي اللي عايز يخرم عيني. قلت يا نهار احوس انا بتهزع عشان حته شريط؟ رحت واخد الشريط وجريت. جري ورايا المحافظ ومدير الامن وقوات الامن المركزي وبتوع مجلس الشعب وكلهم في نفس واحد بقى هات الشريط عشان يقصوا هات الشريط عشان يقصوا هات الشريط عشان يقصوا. قصوا؟ لا ما قصوش. الله يبارك فيك. افتتح 20 عيادة خارجية في محافظة سوهاج بس. تاكل لقمة كده؟ ادي انا واقع. طب انت مكسوف مني ولا ايه؟ ولا شعرفني في العيادات. هو ما فيش اكل بس انا اصلي ما بروحش يا زلمة. يا سلام. انا بشتغل 24 ساعة. يا سلام. انا راجل حياتي ملك للمرضى. طالع المرحوم والدك. ما بجيبش لك سندوتشات خفيفة معايا. طب معقول اجي اكل اكلك انا؟ يا راجل عندي كتير مش عامل حسابك ان انا جاي ولا حاجة. معقولة قبل ما ننزل بره في حاجات امريكاني سندوتشات امريكاني انت عارف. همبرجر حاجات الامريكاني الظالمين. همبرجر امريكاني حلو كل همبرجر. لا خد ما كنتش حاجه ما اعرفهاش انا. لا اصل هنا بيقولوا غلط انما الصح همبرجر. يعني تقول للراجل اديني همبرجر يقول الله هو ده امريكانو هو ده الهامبرجر كل همبرجر. لا 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 همبرجر همبرجر اديني همبرجر كده هيديك عظمه يا زلاته مش لا اسمه همبرجر بالصعيدي همبرجر ده انت فضيحه له علاقه بالسياسه؟ لا لحم عادي مش اي ميت ميت مين اللي ميتها؟ لو بتقول لحم عادي بتقول لي همبرجر بتقول عملوا 20 عياده خارجيه في محافظه سوهاج. 23 عياده خارجيه في محافظه سوهاج ده خبر كويس والله. كويس منين؟ لما جم العيانين ما عرفتش اكشف عليهم. ليه؟ افتتحوهم على البلاط. قلت لهم يا جدعان وجودي مش كفايه لازم يكون في معدات وادويه وسرير حتى ينام عليه المريض عشان اكشف عليه. طبعا. قالوا مفيش ميزانيه. قلت لهم هاتوا لي ميزانيه. قالوا مفيش امكانيات. قلت لهم ادوني حته فيها امكانيات. نقلوني مستشفى الامير. اول ما دخلت مستشفى الامير جاني شك. ليه؟ لما لقيت الاجهزه المستورده مرميه على الارض وما بتشتغلش والاجهزه السليمه بتشتغل بخطاب توصيه. تصور يا ولاد المستشفى طويل عريض ما فيهوش لا اخصائي ولا ادويه ولا دم. هو ضغط المستشفى اتشرط على كل مريض يخش المستشفى ان يجيب القطن والشاشه ويتعاقد مع الحنوت. طب يمكن الميزانيه طبعا. الميزانيه المخصصه للرعايه الطبيه خدصت كلها على صور مسؤولين تطلع في الجرايد وهم بيقصوا شرايط يقولوا في الواقع. يا اخي انا سمعت المستشفى دي خدت جايزه كوكب الذهبي. انا نفسي حد في البلد دي يفهمني ايه هو كوكب الذهبي ده بقى. كل يوم والتاني افتح الجورنال الاقي واحد شبه الاوبئات ماسك حته حديده وفرحان بيها ومن تحتها مكتوب وحصل فلان الفلاني على جائزه الكوكب الذهبي في البدنجان. ايه الكوكب الذهبي؟ حاجه زي لقيت مفيش فايدة بقى رحت كاتب شكوى في كل المسؤولين. برافو عليك نقلوني انا طبعا. ومن يوميها بقيت شغال دكتور ترحيل. مفيش حتة اروحها الاقي الحال مهبب اروح كاتب شكوى اسبوع ينقلوني. اتصل بيا بعتت اللي وراك قول لي اتصل بيك منين؟ ده انا رحت بلاد مش موجودة على الخريطة. والله انا رحت بلد وسيلة الركوب الوحيدة فيها البني ادم. ما علينا بس حلو البتاع اللي انت بتقول عليه. انت بتاكل حاجة تحت اشرافي بقى لو مؤاخذة. لا تقولوا انت مطمن. فيش لا سمنه ولا زيت ولا ملح ولا فلفل ولا ترشي. انا ما بحبش الحاجات دي في الاكل يا زلمه. تعرف لو ناكل مظبوط حدش فينا يروح لدكتور. انما الرمرمه في الاكل بتخلينا نشتغل نار حريقه. ونعمه كده يا عم. اتس فانتستك. بس اني سينجروم بتنسى. معلش عشان تعظم فريش انا ما جبتش لحمه حطها في الثلاجه يا زلمه. النبا نبا لحمه تيجي على النار تاكلها. سحلفه اللي بتاكلها دي. مالك يا زناتي؟ اجيب لك حاجه سحلبه. مالها؟ ده لحمتها زي العسل. عسل الله يخرب بيتك سحلبه. ده شامورت عندها 200 سنه لسه وكمان هتقيل يا نهار احمر. انا بقول اللي بيقرش اللي بيقرش اللي بيقرش مش ممكن يا زناتي يقرش ايه؟
طول عمرك تاكل بيتين الوضاني دي سحلوفي. سحلوفي انت عادي ياكل سحلوفي؟ خلاص خلاص كان نفسي اجيب لك حاجه تعبوني. تعبوني بعدين. قول لي اخبارك بس، عملت ايه مع الناس دي؟ بس لقيت مفيش فايده من الشكاوي بقى، فقلت ابدا الاصلاح بسعيد. ابتديت تضرب تاني؟ ضربت 75 ممرض على ممرضه، منهم 38 حاله عهد مستديمه على تربانه على بلاوي زرقاء، الباقي اقل حاله فيهم علاج 3-4 اشهر. اشمعنى التمرجيه بالذات اللي بيضايقوك يا زلمه؟ معرفش، انا قادر اشوف التمرجي من هنا لكابل 60 عفريت. ليه؟ هم اللي بوظين سمعتنا. اه والله. تصور الدوله بعتنا عشان نعدي الفلاحين ببلاش، هو عن الدوله ما دخلش فلاح عندي الا غير ما يقبض منه، والدوله بصرفه له بالمجان يبقى حلو. اصل مشكله التمرجي دي ملهاش حل يا زنات. اصل انت هتعمل ايه؟ هتموت نفسك؟ التمرجي ده انسان عاوز يعني ما تفهمش بقى، يعني حاجه كده حاجة اتخلقت عشان تعكني الدكتور. انا لو احكي لك تندهي. ولع ده بيولع؟ ولع. انا غيرت 15 تمرجي في خلال شهرين يا زنات. ليه؟ لان التمرجي انسان بيبص للمريض قدامه بيجيله صرع. اه بص ايه؟ يتهيأ له ان العيان ده جاي كده عشان يرمي فلوسه بس. لسه امبارح لقيت واقف بره، لقيت واقف بره ماسك واحدة وليا. المهم جيت بقى سامع صوت غريب غريب. امبارح عزناتي لقيته ماسك وعينه. انا سامع صوت جاموسه بتولي، اتحجني. اصل في دكتور بيطري جنبنا هنا. المهم انت الخازوق اللي انا بشربه ده وانا فاكره في الاول عسليه. انت بتشرب اغلى سيجار في العالم. اغلى سيجار؟ ده ما فيهوش نيكوتين يا زناتي. اه ده فانتاستيك لافلي. خفش خفش. معلش. عايش الصوت ده بيطلع غصب عنك. ليه؟ عشان الدخان ما بياخدش راحته عندك يا زناتي فبيدي البحه دي. ما بياخدش راحته يعني؟ عشان مالكش رقبه فما بيلحقش الهواء ينزل. امال ايه؟ بيجي عند الحجاب الحاجز يقب تاني. معلش. امال دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ ها؟ دي ايه دي؟ دي؟ اه دي الصره. انا صرتي في اللوز. عندك طفح سوري. اسمع، خد نفس جامد واكتمه ربع دقيقه يعني يريح جسمك قوي. نفس جامد. انا ما تخافش، انا لاغي النيكوتين ولاغي الدخان منه. ده هوا. هوا؟ هوا. انت عارف انا ما بدخنش. وضد فكره التدخين. ده هوا. هوا ملوش علاقه بالتدخين. نفس جامد لافلي. اقفل بقك. اقفل. اكسلنت. سيبه جوه، سيبه جوه الشعب، سيبه ينعنش. اوكي 3-2-1-0 فاير. افتح. اذا راح فين ده؟ طلع. طلع ازاي؟ مش ممكن. ليه يعني؟ انا معاك حق. ام سوري. حقيقي انا اسف. اصل ما نشفتش. ايه اللي ما نشفتش؟ بس هتنشف. اصل انا عاملهم من ساعه. وانت اللي عامله؟ وانا في الحمام. وانا انت فين؟ حمام. قعدت يا زناتي افكر ساعه اقول يا ربي المها ازاي؟ المها ازاي؟ المها؟ اصل الفكره نفسها مبعزقه. هي كان مبعزقه لحد ما هوب هوب لقيتها قدامي. ازاي؟ لقيت برص كده يا زناتي. ولف زنو زنوني. انت تعبان، تعال اديلك برص. الله يخرب بيتك يا ده برص صغنن سموكن برص. سموكن زفت عليك وعلي خلفوه. انت مشوارك مش عايز من اللي اي حاجه. خلاص مش عارف تشرب. معلش اما ننزل بره. طمني عملت ايه مع الناس دي؟ بس بقيت بقعد التمرجيه بعد كده. بعتوا بعض الصور في الوحدات، صوره فص وصوره بحقيقه. الله الله. من تحتها مكتوب احذروا هذا الدكتور وبالانجليزي وانطي. قلت اريحهم مني بقى فاستقرت. استقلت؟ استقلت عشان حقق حلو على المستوصف وكمل رساله ابوك الدكتور مسكاوي وام الحاج عباسيه عباس. وعايز سبت عن المستوصف ده فين؟ بتقوم اللي بقى بشعرين. اللي على فكره انا الله السكان ما كانوش تعبوك في حاجه. انا لا تعبتهم ولا تعبوني. يعني كان بيدفعوا لك الايجاره والباور كل اول شهر؟ شوف دغري. وانت كنت بتورده في حساب البنك كل اول شهر؟ امال ايه؟ طب ليه لغايه دلوقتي البنك ما بعتليش كشف حساب واحد؟ ايه بقى يا دكتور؟ احب يعني الناس بره تهزع فيا وانت كل نظام يا نظام يا موس. وطب النظام يا موس وقعدت مع صديق طفولتك. لو فرحتي بقى بصديق طفولتك ده اللي هيوكلنا عيش بقى. اهلا بتاع العيش يا جميل.
تعالى تحش تحش. ما بلاش، عايز ايه؟ هو اسم كريم ايه؟ انا اسمي الموز بقى ومعروف بقى. تعرف يا موز بيه؟ الله يخليك حبيبي. يا كلب عارفين جوه ازاي مشغل واحد حمار زي ده عندي؟ يا راجل ما تسيبه، لازم معدل ايه انا؟ سيدي عقبالك ما تبقى زيه. انت شايفه ده عنده ثلاث مستوصفات لوحده. حمار ده لما جاني كان شحات من بقشيش، بس عنده اربع عيادات بيشغل فيهم دكاتره زيي. حمار ده ثلاث عربيات اسعاف بيشغلهم بالنفر صباح الخير. ليش عربيه؟ انا عايز اعرف رصيدي بقى في البنك عشان كده اقدر المستوصف. شوف يا دكتور، خش خد دش وروق كده. انا لسه شغل ميه فين؟ الحمام جوه والبانيو جوه. الاقي صابونه في ايدك عندك ولا؟ اوه هتلاقي شامبو وهتلاقي حجره يمكن تنفعك. اهلا وسهلا يا فندم، انا اسف اتاخرت على سعادتك، كان عندي صديق ليا. اتفضل سعادتك، ارتاح حبه مع سعادتك. اتفضل بقى، اتفضل يا بيه، اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ده؟ ايه اتفضل؟ ايه سعادتك؟ اتفضل. مش سامع يا فندم في حاجه؟ ايوه بيه. يا يوم ونطمن عليها يا فندم. ضروري يا دكتور، سعادتك رياضي ومحتاج يتزيد. سعادتك بتلعب حديد؟ لا يا دكتور. صعب؟ لا. كمان اجسام؟ لا. بتشيل عمارات؟ لا. سعادتك بتلعب ايه يا فندم؟ بينج بونج. نعم؟ بينج بونج. بينج بونج. بينج بونج. بينج بونج. بينج بونج. مش الكورة الصغيرة دي؟ اه. هو اللي عامل البلاوي دي كلها؟ اه، انت بتلعب بالترابيزة بقى. اطمن على القلب يا استاذ لطفي، طالما القلب سليم كل حاجه تمام. ضروري يا دكتور. ساعتك لو تبطل سنه لحاجه تيجي في وشي الله يسترها. طب احنا هنحط دي هنا فين؟ على الرصيف اللي على الشمال ده. ساعتك خلي الاكسدام ده تحت سنه. ايه لحظه يا فندم. اجت لي الله يلعنك، دي عدوية بيغني جوه، يخرب بيت. سعادتك تستعمل الأقراص دي 15 مرة في اليوم. قبل الأكل ولا بعد؟ قبل الأكل وبعد الأكل اديها أقراص طول النهار. وهدي لك قرص أسبرين تزلطه. أهو يا لطفي. طب أقول؟ ما تقولش. شققهولي. ما ينفعش. سليم كده؟ زي ما هو. ده يتاخد بالميه؟ لا ده بالجاز. واجي لك بعد قد ايه يا دكتور؟ تجيني بعد 7 سنين نطمن. شكرا يا دكتور. سلام. العواف يا دكتور. مين؟ العواف. اسالي بره، ما عنديش اي فكره. يا دكتور قصدي مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. المهندس كان عندي مريض خلاني متوتر شويه. معلش. اتفضل يا فندم. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا فندم. اهلا وسهلا. سلامتك يا ستي، اسمك لو سمحتي؟ فتحية ابو شافة. ابو مين؟ اوه باردون، سوري، ايناس الجوهري، اصلي ده اسم الشهرة يا دكتور. سوري يا فندم، انا مضطر اكتب الاسم الاصلي لان انا بحتفظ بسجل لكل مريض عندي. اتفضل. سعادتك قلتي فتحية ابو حاجة. ابو شفة يا دكتور. ايوه ابو مين؟ ابو شفة. شفة. ايوه. اللي فوق ولا اللي تحت؟ الله اللي يريحك يا دكتور. هو كذلك. نخليها مدام فتحية ابو شلاطين. سعادتك مدام ولا مدموزيل؟ ايه؟ صايع. تشتكي من ايه يا ستي؟ تعبان قوي يا دكتور. تعبان؟ وهمدان. همدان. لا بقى بيتنطط ولا بقى بيتفطط. هو عنده كم سنة؟ 6 سنين يا دكتور.
يا ربي 6 سنين ده صغير قوي. 6 سنين ويجي له حاله اكتئاب، اكيد سعادتك بتسيبيه لوحده. اه طبعا يا دكتور. لا 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 يا ست غلط، لازم يبقى فيه مربي او مربيه، طبعا ملوش اخوات. لا يا دكتور. آه. هو اللي فاضل لي من بعد وفاه المرحوم جوزي. انا اسف يا فندم بس ما اقصدش اضايقك، بس مش تخصصي، انما عشان خاطر سعادتك انا هكشف عليه. ميرسي يا دكتور. جبتيه معاك يا فندم؟ اي يا دكتور. تعرف ان انا ما عنديش وقت اروح بيوت. ايوه عارف. سعادتك قلعيه دوم وحطه لي على السرير ده يا فندم. حاضر. وغطيه بالملايه عشان ما ياخدش برد يعني. حاضر. استعنا على الشقه بالله. شقه مين؟ شقه مين ده؟ انت خدت النص في العياده دي. ده انت لو رحت النار وما اتسلقتش فيها كده في إيه؟ انا هزعل. في ايه بس؟ بتورطني مع الناس ليه يا مولاي؟ انا ورطتك في ايه؟ انا دكتور اطفال؟ لا. مكتوب بره الدكتور نادر طبيب اطفال؟ لا. مكتوب باطني وجراح؟ اه. طب ما دخلي واحده عندها طفل ليه يا سيدي؟ ما انت بتفهم في الكبار مش هتفهم في العيال يعني. ايوه يا موز، بس انا قادر اخد نفسي من الزحمه. يا عم ده راجل بليه تلعب، ما تقفش مع الزبون كله في القميه. انت هي طلعت لك الجنيه ما بتقدرش ولا جنيه ولا شفت منها حاجه. لا صريحني انا زي اخوك. مفيش الفلوس دي هتوديها فين؟ ما احنا اخوات مفيش مشكله. يعني العيان اللي داخل جنيه واللي خارج جنيه ليه؟ منين؟ انا ببقى شايفك من خرم الباب وحموت من الغيظ على دماغك. هو ده بقى اللي ببلغك، هو اللي بضحك عليك بقى. يقطعش بقى. والله لولا الملامه لكنت ابقى انا التمرج، لولا مكسوف منك. انا موافق من بكره. يلا اسمع، انت اسبوع وانا اسبوع جدعان. يلا الله عشان تشوف الزباين بتوعك. ما تزعلنيش وما تعملهاش تاني. لا معلش هعملها. موس ما. لا 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 هعملها. طب اعملها في بيتكم مش في العياده. انا بقول لك اهو، انا لولا حبي للاطفال لكنت قطعت رقبتك. انا هزعل كل الحاجات. يحرجني مع الناس. تعالى يا حبيبي تعالى. يحرجني على مهلك يا حبيبي، على مهلك، على مهلك، على مهلك يا روحي. سعادتك ان شاء الله هيبقى تمام يا هانم وتطمني عليه. واسمه ايه يا ستي؟ كوكي يا دكتور. كوكي؟ ايوه. الله ده ولد. ايوه يا دكتور. آه انا بموت في الاطفال. ربنا يديك. وخصوصا في السن ده. كان عندي ابن اختي قديه بالظبط. يا حياتي. كنت احبه قوي وهو بيتكلم. يا حياتي. خبسي يا لوحي. خبسي يا حبيبي انا بابا. اه يا حبيبي. يا الله. حاضر يا دكتور. أنا في خدمتك وخدمة عائلتك كلها. ميرسي خالص يا دكتور. سيبها. يلا يا حبيبي قول له أنكل باي باي. أنكل؟ خلي بالك من ماما يا كوكي. هبشت بالأنبوبة. صبرك على صبرك عليا. صبر إيه؟ صبر انت واخد 50 جنيه يا خمسة ايه؟ كل خرم الباب. نايما عمال عليك. نايما
انبسطت؟ قوي. انا حالاتي ده ما حددوش نزلت بلاوي يا جدع. حمام ايه الحمام اللي انت عامله ده؟ ده ولا قط المسافرين. وكل ما اروح حته الاقي واحد شبهي، كل ما اروح حته الاقي واحد شبهي. حاجه دخل يا جدع ولا الدش خراب على الدش. شوف انا شفت الشاش كتير وقليل، اول مره في حياتي اشوف دش بيطلع من تحت. كده قدامك يا زلمه وطعمته. يا سلام. مشت ليه؟ عايز تتجوزني؟ اللهم المرضات اللي خرجوا المعمل على طب نروح فين؟ اصحاب الكفاءات بيهاجروا. اللي ظروفهم ما تسمحش بيفضلوا المستشفيات الخاصه. اشمعنى المستشفيات؟ دلوقتي يا زلمه السايح بينزل من المطار على المستشفى ياخد سويت ياكل يشرب ينام يسهر براحته. يا سلام. قصدك تقول مستشفيات خاصه اتقلبت ما تغلطش؟ تشجيع للسياحه. انا عايز اعرف رصيدي بقى كام في البنك عشان ابتدي اضرب المستوصف واقول. طب انت راجل مفيش كلمه مبروك على العياده الشيك دي. من حق ده، انت تلاقيك دفعت فيها خلوه بتاع 100 جنيه. 100 جنيه طايش، انا دافع 40,000 جنيه خلوه. كم؟ 40,000 جنيه. جبتهم من ايه؟ هذا من فضل ربي يا زناتي. هذا من فضل ربي ازاي؟ عشان تبتدي على تقيل. عياده في وسط البلد مجهزه باحدث الالات، عيانين كده. اللي منور احمر ده جهاز تخسيس. ده اللي جنبيه زرع الشعر. ده اللي ده بكام وده بكام؟ اللي تم حوالي 60,000 دولار. كم؟ امال ايه؟ بزار غيابي في الصعيد والارياف مده كبيره خلى اختراعات كتير قوي تفوتني. يا زناتي الطب دلوقتي غير زمان. الطب دلوقتي بقى فيه تكنولوجيا تجنن. ايه ده؟ عندك الجهاز ده. جهاز ايه؟ مفيش اي دكتور باطني يستغنى عنه. يعني ايه؟ المنظار. ايه المنظار؟ احدث حاجه للمعده والمصران الغليظ. مش فاهم. بندخل جوه المعده وجوه المصران الغليظ. يا سلام. تشوف القرحه، تشوف الالتهاب احسن من الاشعه. ده للمعده، يدخل من البق لحد هنا. بص هنا وتشوف. يا ده ممكن تاخد صور. كمان. وده بتاع المصران الغليظ. تدخل جوه المصران تشوف. لافلي. وده من البق؟ لا ده من هناك، ده المصران. مصران غليظ. من البق الكبير بقى. ده بحوالي 30,000 دولار. كم؟ 30,000 دولار. طب وجبت الفلوس اللي جبت بيها الاجهزه ودفعت منها الخلو منين؟ هذا من فضل رب. افهمها بقى، من فضل رب تيجي ازاي بقى؟ من فضل ربي ان يكون ليا صديق زيك وارث عن امه بيت في باب الشعريه. قصدك ايه؟ زناتي انا رهنت البيت. اسمع اسمع، مدي لك تقرير رسمي عشان تلم الايجار بتاع العماره، ترهن البيت بحاله. انا عملت لك مشروع العمر يا راجل. طب الدور اللي انا حاجزه عشان اعمله مستوصف. اجرته لك سوبر ماركت. هبقى ايه في السوبر ماركت ده؟ اشتري فيه زي ما انت عايز. يعني انت بوظت مستقبل حياتي. اقرا اليافطه دي وشوف مستقبلك. فين اليافطه دي؟ امال ايه يا زناتي؟ انت هتنبسط قوي. دكتور الزنادي خليفه اخصائي مسالك بوليه. يا سيدي انا عمري ما كان في تخصص المسالك البوليه بعرف منها. شوف في ازمه في دكاتره المسالك البوليه. وانا مالي يا انت تشتغل معايا، انا اكشف وانت تسلك. مش عايز اسلك. دي عياده في وسط البلد. مش عايزها.
مش عايز ابشريكي؟ مش عايز ابشريك. طب عايز ايه؟ عايز افتح المستوصف بتم باب الشعريه. مستوصف ايه يا راجل؟ انت 7 سنين تذاكر في الكليه عشان تكسب 5 جنيه في اليوم بس. انا عمري الفلوس ما كانت هدف في حياتي. المستوصف هو الهدف والحلم والامل، هو الجواز والفرح والعروس. انا سعادتي الحقيقيه لما ارسم بسمه على وش عيان ان شاء الله كتفه على رزازه خفيف لغايه ما يضحك. انت بوظت كل حاجه بالنسبه لي. سلطان بيت درمالي وصل. مين؟ سلطان درمالي فلوس كده اهو. ماليه اتفضل. سلطان درمالي. سلطان درمالي ايه؟ مش ده المقاول اللي بيعمل كل حاجه؟ ده اوناسيس، ده راجل لما يكح يجيب خبير الكح من المانيا. المانيا؟ يعتص يجيب خبير العطس من عطسانيا، فظيع يعني. ماذا سلطان مين؟ اهلا سعاده الباشا. أرجوك ما تلمسنيش. أيه؟ مين فيكم الدكتور نادر؟ أنا الدكتور نادر. مال مين ده؟ دكتور زناتي. أهلاً وسهلاً يا فندم. أرجوك ما تلمسنيش. هو سيادتك ممنوع من اللمس ولا إيه؟ الدكاترة نصحوني بكده. ليه يا باشا؟ قالوا لي ما تخليش حد يلمسك. ليه؟ أنا أصلي عندي أرتكارية معدية وكل من يلمسني يتعدي مني. ضربان يعني. نعم؟ ضربان. هي باللغة الدارجة ضربان، لكن بلغة الطب ارتكارية حساسية محت. لكن انت غربان اساسا. لي عليك يا غربان. ليك عيني غلبان كل شوية. ابوي هنا. هدول البودرة. هدول الصلفة. ساسا يا ولد. يا غربان. ويضحك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مبيد للصراصير جديد. هاي. ساعتك بتشتكي من حاجة بنا؟ والله مش انا يا دكتور، في الحقيقة بنتي. مالها يا بنتي مريضة يا دكتور. كيف؟ لفيت بيها على كل دكاترة العالم. الدكتور بالمر. بالمر يا أستاذي. الدكتور فاسكيلوس. الله دكتور حبايبنا بقى. بالمر، فاسكيلوس. الدكتور سينكلر. سينكلر حبيب قلبي دي سنتين معايا. دكتور سكراتش. سكراتش بس جاب له سيرتي وبس قوي. وغيرهم وغيرهم. الدكتور غيرهم ده له أخر. كلهم ما عرفوش يعالجوها. والغريب انهم اجمعوا ان ما عندهاش اي مرض عضوي. واصحابي نصحوني بان اجيبها لك. قولوا انك فانتاستيك خرافي. يعني ساعتي باشا بنتك بتشتكي من الاكتئاب صح؟ اربعه. لكن عرفت ازاي يا دكتور انت كنت معانا ولا ايه؟ مش معقول. ساعتك لو بصيت في المرايه هتعرف سبب النكد اللي هناك. البنت عايشه مع المجهول يا باشا. دايما حزينه. لا لازم. هتضيع دكتور من النهار. ابويا هو ابويا هو ابويا. بس عليها. رجع البسمه لشفايفها. هي رد على الجزمه شفايفها. بس دي محتاجه لدكتور نفساني. هي بنتك فين يا باشا؟ هي موجوده تحت في الرز. ما عرفتك بالرز هي فرقه. رولز رويس. رز يعني رايس. يا بنت انا اطلع من جهه العالم. رولز رويس 128. ايه 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 128 132 124 سبيسيال 125 126 127 انا قلت 128 ولا انا قلت. ارجوك حدد الفاظك معايا عشان نقدر نتفاهم مع بعض. سعادتك اسبقني وانا جاي. ارجوك حصلني. خلي المدموزيل تستناني. حصلني. عايز اخلص موضوع بتمي واخلص. استنى بس انا هروح اجيب بنت الباشا واجي قدامك 10 دقايق. يا ريت تتسلى كده تشوف لك 30 40 عيان. 30 40 عيان في 10 دقايق؟ عندي زحمه قوي يا زناتي. ده انا بقعد في الايام جمعه. لا 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 جمعه ده في بلدكم هنا في شغل مش فاضيين. في روشتات مكتوبة جاهزة وزع منها على طول اهي. وزع. يا نعم. نعم يا سيد. دخل العيانين يا موسى. ادخل عيانين؟ اه. ليه؟ عشان اكشف عليهم. هتعرف؟ غرفتك البلا فيك واللي مشغل. هو انا كل ما اكلمك تقول لي قول تعالى يابا بقى الحياة باظت. يلا بقى. يلا يا سيد. الحياة باظت. اهلا بقى. انت كل ما تشوفني تقول لا لا انت متعود على الحكايه دي من زمان. تعبان قوي يا دكتور. تعال احكي لي بتشتكي من ايه؟ بحس بدوخه. ايوه الدنيا بتلف بيا. اقلع بقى. الدوخه دي بقالها كتير عند حضرتك؟ بقالها اكتر من سنه مش راضيه تروح ابدا. اقلع بقى. اكتر من سنه ما رحتش لحكيم مستوصف مستشفى؟ رحت للصيدلي اداني شويه ادويه. اقلع بقى. الصيدلي يا اخ يفهم في تركيب الدواء في صرف الدواء لكن ما يفهمش في تشخيص المرض. اهو برضه عنده فكره بيقرا روشتات طول النهار. اهلا بيك. وارتحت على الدواء اللي اداهولك الصيدلي؟ لا ما ارتحتش لسه دايخ والدنيا بتلف بيا. قول لي بتعمل ايه اول ما تقوم من النوم الصبح؟ اول ما اقوم من النوم ايوه
تكون ام مصطفى محضره لي فنجان قهوه ساده اشربه مع سكارة عشان اقدر افتح عيني على غير ريق كده. بعد منه بشويه كوبايتين شاي صعيد اشربهم مع سكارتين عشان اقدر اقوم من السرير. وتفضل بقى بسلامتك تقربع في قهوه وسجاير وشاي طول النهار. اخر الليل بقى اروح الخاجه يعني اخد لي كاسين عشان اعرف انام. اقلع بقى. انت مش عايز تقلع، انت عايز تتمد على رجليك. لما تبطل قهوه وسجاير وشاي وتبطل تروح الخواجه يعني عشان تتول الدوخة هتروح منك. اتفضل روح يا سيد. اروح ازول نص قلع. مش هتقلع. طب والدواء؟ مفيش دواء. والرشيد؟ مفيش رشيد. لا ما اقدرش اروح لام مصطفى من غير لا دواء ولا رشيد. هتقول له رحت الخواجه يعني صرفت الفلوس هناك. يا حضره ما انتش مريض. طب اقلع عشان اطمن. دي بعينك بقى. طب ادوله فلوس يا بقى. معلش. اها نعم. اديله فلوسه يا موسو خلاص. فلوس ايه؟ انا اي قرش يخش في جيبي يبقى في الحلاوه. الدكتور قال انا مش عيان ولا رنيش قال انا ماليش دعوه. لما يجي الدكتور نادر يا سيدي بزعلي ليه؟ نادر؟ اه هو انت مش الدكتور نادر؟ انا الزناتي خليفه. طب ما تقول كده من الصبح. يعني ايه؟ موس ايوه خلي الفلوس معاك. اخليها طبعا. انا هستنى الدكتور نادر لما يجي ويقلعها. بركتك البلا. هو الدكتور نادر بتاخد ده بيشتغل مع اللي عادي؟ ايه رايك يا دكتور؟ اللي عايز يلعب لعب واللي عايز يلبس لباس. وهي كيميا. مش انت يا ولد اللي هتفهمني شغل يا سيدي؟ ضحرج البليه تلعب ما تقفش مع الزبون كله في القميص. احنا بنهرب ممنوعات اكتر بقى. عندنا سوق بين نحنوش بره. خلي يخش. خليه اتفضل. تعالى نحنوش بيه. هوبا هوبا. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذه انا مستعجل جدا، عندي اجتماع مجلس اداره. السلم تحت قال ان سعادتك هتقوم بالواجب. انا تحت امرك يا فندم. سيادتك بتشتكي من ايه؟ اصلا انا هتجوز. نعم يا فندم. هتجوز. شفت المصيبه؟ وتفتكر ان صحه سيادتك هتساعدك على الحكايه دي؟ لا اطمن ده انا بوم. بس في عيب واحد بس. عيب واحد بس. عيب واحد بس. حبي فهموني اننا في جهاز للتقويه. اه التقويه اذا كانت خلايا ضعيفه. لكن الخلايا المتفطسه تبقى طرزان. لتقويه الشعر. شعر؟ امال انت فهمت ايه يا دكتور؟ طمن انا بقف بشعري بس هو اللي خفيف. انتوا فاتحينها مزيان. انا هفهمك بقى الراجل ده معاه فاتحين ناخدها منه واتكل على الله يا شغلانه. شخص في مكانه. معلش ازاي؟ تعالى. ده في ناس مش لاقي يعبد الصلصه. مش مشكله احنا مالنا احنا؟ راجل معاه قرش يلعب بيها وبعينها. معلش معلش ازاي يا معلش؟ ما تفهم انت بقى. ده في ناس مش لاقي حتى ثمن الاسبرين. طب هتعمل له ايه؟ تموت الراجل. ده جاي عشان معلش عشان خاطر. معلش تعالى هنا في جهاز بيطلع الشعر. شوف عمال يكلم. تعالى ما تكربزوش هيبوظ. تعالى في جهاز هنا اهو. فين الجهاز ده؟ هتبقى حلو قوي زي القمر. الجهاز ده افتحه بقى كده وانت تخش جوه خمس دقايق تبقى محلو. انا هخش هنا. هيقضيني. هيقضيني. اللي عمرنا كتير. دوس على كل الزراير بقى. على كل الزراير اهو. انا ماليش دعوه انت اللي دخلت. مش انت اللي قلت فين؟ ليه اللي جابني العيال؟ انا مش الدكتور نادر، انا الزناتي خليفه. اهلا وسهلا. وحضرتك عاوز الدكتور نادر ليه؟ اصل نشر اعلان في الجورنال مطلوب ممرضه. وانت بقى بسلامتك عايزه تشتغلي هنا ممرضه؟ عصمت نبيل بكالوريوس المعهد العالي للتمريض. اه بكالوريوس برافو. خبره 5 سنين في مستشفى الدكتور عبد الاول السكري. ده كان استاذي. جات له زرقه صدريه ومات وهو في اوضه العمليات. هو مات يا حبيبي يا سكري. وايه اللي خلاك سبت المستشفى يا نسمة؟ الورثة أجروها لشركة استثمارية وحولوها لمكاتب وأجنس عربيات. طب وايه اللي خليك تشتغلي في عيادة خاصة وأنت بالكفاءة دي؟ جلع ده عمل بالخيال، لكن أنا رفضت. رغم إن المرتب كان مغري، فضلت إني أشتغل هنا في بلدي وأكون جنب أمي وإخواتي، لأني أنا المسؤولة عنهم. ده شعور عظيم جدا يا نسا. عصمت نبيل. أنت خلصت الجيش أنت بالظبط يعني؟ قصدي أقول لك يعني الدكتور نادر مش هيلاقي زيك أبدا، ده حلم بالنسبة لي. يعني هتعالى يا دكتور. واعتبر نفسك استلمت الوظيفة. متشكرة متشكرة. نشفة عايزة تزيك كده عاملة زي الرجل قال. تعال يا نرمين. اتفضلي يا حبيبتي. سوري يا فندم الاسانسير عطلان والسلم متعب. انا اسف. تفضلي يا فندم. تفضلي اشتاحي. تفضلي تفضلي يا نسمة. ماما زين السيت وا هنا. تفضلي. ايه رايك في العياده الشيك دي يا نسمة؟ اقول لك ايه رايك في العياده؟ بتاعتي بفلوس امي. انت ما بتتكلميش ليه؟ ما اتكلم ليه؟ يا هانم الدنيا مليانه ثقه.
الدنيا مليانة ثقة وأمل وتفاؤل. ثقة؟ لكن أنا مش شايفة فيها أي أمل. الدنيا مملة مملة بصراحة. الدنيا عك. الصاحب بيبيع صاحبه عشان بتوه من باب الشعر. طيب حصلت لك صدمة عاطفية؟ يعني عشت في قصة حب جميلة وبعد الوعود والأمال خدتي زومبا في الآخر؟ أنا عمري ما حبيت حد. طب بتقضي وقتك إزاي؟ ترقصي تغني تسمع مزيكا؟ أنا ما ببخلش عليها بحاجة أبداً. يا حنين كل شهر بوديها أوروبا تتفسح. يا بتاع أوروبا بشتري لها أغلى فساتين. يا بتاع الفساتين بجيب لها أشياء جزم. يا بتاع الجزم بجيب لها أحدث الموضات من لندن وباريس. ومع ذلك ساكتة ما بتتكلمش. مش عارف إيه علاجها. تشتغل. مين هي اللي تشتغل؟ بنتك يا سلطان بيه. بنتي أنا تشتغل؟ مين ده؟ مالكش دعوة. صاحبك؟ الشغل هو العلاج الوحيد ليها. اكيد حاله الاكتئاب اللي عندها سبب انها حاسه انها ما بتعملش حاجه. ده تشخيص مظبوط يا عصمت. لكن ازاي بنت سلطان الدرمالي تشتغل؟ بنتك عايشه من غير طموح. طموح من غير امال. امال من غير هدف. هدف حاسه الحلم انت بتحققه. يعني باختصار عايشه ومش عايشه. دي ما عندهاش اي مشاكل بالمره. لازم تغير حياتها كلها. لازم تشوف ناس تانية عايشه رغم الالم ورغم العذاب ورغم المعاناه. لكن الضحكه ما بتفرقهمش لانهم حاسين بقيمه الحياه. لازم يكون وراها رسالة تأديها. لازم تحس ان وجودها ضروري لانه يسعد ناس كتير. بس بنتي ما تعودتش على الشغل. ما تعرفش يعني ايه تشتغل. والله نحاول. انا اسيب بنتي تتبهدل؟ ولا عموما دي مسألة خطيرة. لازم افكر فيها. انا لازم اشغلها مع ناس يكونوا من قيمتها فاهم. لاجل النبي لاجل النبي. ده برضه يتقال له بابي. ده يتقال له زرنبيحه. ما هو سبب النكد. اول مره اشوف راجل عامل دماغه على ايده يا جدعان. والمرمى واكلاها وعامل لي سعادة الباشا في خدمتك. بفكر على مهني بشكرك في خدمتك على الفضل. انا يا مان بص ما تزعلش مني برضه. الواحد يزعل الحكمه الحياه دي ما تزعل. الحق الميه ضربه فوق. اشكرك يا استاذي عظيم. انت رائع الحقيقه. وانت كمان الحقيقه لسه عصمت. انا شديد اعجاب بيك انك قدرت تفهم حالتها بالسرعه دي. الحاله دي منتشره بره كتير وبالذات عند ولاد المليونيرات. وزي ما حضرتك عارف ان كتير من الشباب بيهرب من حياه الرفاهيه والنعيم ويتجه للضياع وادمان المخدرات. ايه اللي حصل؟ الراجل اللي جربان سلم علينا. خش خش جوه انا فاضي دلوقتي. يا خرابي يا لهوي يا لهوي. انا قد ايه صاحبك ده مقل يا عم. انا اقنعته اني شغل بنته هنا. شغال ايه؟ ممرضه. واحده ممرضه هتشغل عندك ممرضه. شوف بقى المكاسب اللي حاسب انت هتعالجها ولا تفرج الناس عليها؟ كله عليها. لا انت محتاج ممرضه. انا عينت لك واحده وانت عجبت بيها جدا. عينت لي مين؟ انا ما شفتش حد غير صاحبك الواد اللي اسمه عصمت. دي انسه عصمت خريجه معهد عالي التمريض بدرجه امتياز. انسه ايه؟ ده واد وخم في السن. خبره 5 سنين في مستشفى الدكتور عدلاوي السكري. ايه ده هتشتغل عندي؟ ما هتشتغل عندنا. دي مجنونه. مجنونه ليه؟ ايه الكلاكيل اللي عاملاها على دماغك؟ ده كل واحد حر الكلاكيل. وبس دكتور نادر انا سمعت كل حاجه وتاكد اني مش واخده ليلى ولا دي واحده. سلام هنا لسه عصمت. هتشتغل هنا؟ احنا هنشتغل هنا. شغل هنا. شوف هو ده مش حته بتاع كده مفاصل ولا هنا اهو. اقسم العيال على الصح. ناخد نص من دي هناك. Thank you.
ده شعري الطبيعي. وفين النضارة؟ دي كانت نضارة حفظ نظر بس كانت لايقة عليكي قوي. ميرسي. وازاي حالة الاكتئاب اللي كان عندي؟ اكتئاب؟ دلوقتي بقيتش حاسة بالاكتئاب، بفتح عليه الصبح بفكر اعمل ايه؟ ازاي اخفف انات المعذبين؟ عموما انا سعيدة انك ابتديتي تخففي انات المعذبين. الو؟ ايوه يا فندم. لا مش موجود، عزل. دكتور نادر جاي النهاردة، تحب زيارتك احجز لك عادي ولا مستعجل؟ عادي، الرسم متفضل. حاضر، سيادتك ممكن تشرفنا السنة الجاية زي النهاردة الساعة 7. مع السلامة. يا سلام. مين اللي كان بيتكلم؟ مريض عاوز يكشف عن الدكتور نادر. بس هو سأل الأول عن دكتور زناتي وانتي قلتي له عزل. أبداً أبداً، ده كان بيسأل عن مقال تحت العمارة. انتي كدابة، مفيش مقال تحت في العمارة. انتي لطشي المريض بتاعي. لا لا لا، أنا ما اسمحلكيش، ده أنا من يوم ما تعينت هنا مفيش مريض واحد سأل على الدكتور زناتي، كلهم عاوزين يكشفوا عن الدكتور نادر. الدكتور زناتي بيفهم في الطب أكتر من الدكتور بتاعي. عشان كده العنين بيكشفوا عن الدكتور نادر. نرمين احترمي نفسك. ايه الحقيقه تزعلي يا حبيبتي؟ الدكتور بتاعي العنين واقفين بالطابور والحجز لمده 6 أشهر وبالعمله الصعبه. بكره الدكتور بتاعي يتشهر ويبقوا العيانين واقفين له في الطابور. لما يشتهر ويسافر في مؤتمرات طبيه زي الدكتور بتاعي. ايه بتاعي يا بليني؟ نرمين عصمت. نرمين عصمت. نرمين جرى ايه؟ جرى ايه يا حريم؟ بقى ده منظر ملكة رحمة. انتوا ملكة غجر وربنا. احنا غجر يا مصطفى. خد بقى الغجر. ايه احنا غجر؟ وانت تبقى ايه؟ عيني 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 يا حرام. يا حرام يا حرام. معلش يا حرام. معلش يا حرام. معلش يا حرام. مالك حصل حاجة؟ مالك؟ قولي انا. سيد يا شايفة ده تعالي. قولي انا. قولي انا. سلام. تاني تاني. حلوة المرجحة. ايه ده؟ مين طفى النور؟ ولع النور يا خبر. ولع النور. عاجبك كده؟ عاجبك انت؟ عايز تعملي عاهه مستديمه للدكتور بتاعي؟ هجيب لك عطره. لا هدي لي شيش. يا حرام. ايه؟ انا اسفه يا دكتور، ما اقصدش. والله تقصدي يعني هو حصل ايه؟ وريني عينك كده. شوف عيني مالها. انفخ لك فيها. وماله ما يضرش. هف كمان هفايه. هف كمان. وكمان هف. هف كمان. ايه ده؟ ابعد. خير خير. تعال. ايه في ايه؟ وريني عينك. انفخ لك انا فيها. لا خلاص خف خف خف. اتفضل قدام العياده. طيب انا قلت قدام العياده. مش دي ست العياده ولا هم نقلوها؟ لا يا شيخ. قلت قدام العياده. تعلمت نفس العين فين قبل كده؟ تعال انفخ لك. طيب ربنا يهد الاول. اصبر مالكم بتخانقوا مع بعض كده ليه؟ تصور يا دكتور، نرمين اللي كانت مكتئبه وزي القطه المغمضه اتعلمت الخبز واللوم والكب. اقف. طيب بس ده شيء طبيعي عشان الانسان يعرف يعيش في الغابه اللي احنا عايشين فيها دي. لكن انا شايفه ان المغمضه وبتديها كتب ومجلات طبيه. انا؟ ايوه انت؟ ده جزء من العلاج يا عصمت. ايوه بس ما تنساش انها الممرضه بتاعت المنافس بتاعك. اقف. طيب بس ما تنسيش كمان انها لسه مريضه ومحتاجه للعلاج. لكن قول اقول انت كل يوم بتتاخر على ميعاد العياده ليه؟ بتروح فين؟ والله حسب الزحمه. المكان لا فيه طوابير اتزنق فيه. انت بتقعد في طابور الجمعيه؟ جمعيه طابور مستشفى. استنى المريض ما جاش عليه الدور واخطفه واقعد اكشف عليه لما هريبه. بقى معقول دكتور محترم زيك يقف على باب المستشفى زي كاتب المحكمه؟ اعمل ايه اذا ما فيش حد من العيانين بيجينا اروح لهم انا؟ 3 أشهر ما يجينيش غير 3 حالات وكلها اسهال. اكيد دي معامله بيدبرها لك الدكتور نادر عشان يثبت انك فاشل وتسيب العياده. انا شخصيا مش مبسوط هنا يا عصمت، مش ده المكان اللي كنت بحلم بيه. لكن لازم تواجه المنافسه وتنتصر عليه. انتصر ايه واحنا في حرب يا عصمت؟ ايوه في حرب. مش حرب. قلت لك لازم تنتصر عليه. انا مش حرب. يعني مش حرب. قلت لازم تنتصر عليه. طيب نفسي اشوفه قاعد حاطط ايده على خده ما عندوش ولا عيان. نزل ايدك. قلت نزل ايدك. امال احط خدي فين؟ لكن قل الله 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 الله. ده الفلاحين يتمدنوا قوي. انت مش ملاحظ حاجه
غريبة؟ لاحظت. ميرسي. لاحظت إن اللوفة اللي أنت حطاها على واجهة العمارة والعمارات اللي حوالينا زاد عن اللزوم، وسهم طالع وسهم نازل وسهم كده وسهم كده. الدكتور الزنادي خليفة كشف 50 قرش، كشف 50 قرش. الدكتور الزنادي خليفة، الحق نفسك واكشف 50 قرش. يلا قبل ما يغلى 50 قرش، تخفيض كبير للرحلات. ناقص نكتب الدكتور الزنادي خليفة يكشف أكثر بياضة. ده نوع من الدعاية عشان المرضى يعرفوك. هو الدكتور لازم يعمل إعلان عن نفسه زي دواء الصراصير؟ خلاص بقى. هاي. دكتور زناتي. هيا. أنت مش ملاحظ حاجة فيا اتغيرت؟ فيك أنت؟ أيوة. فيك أنت؟ لا. وشي؟ ما حلقتيش دقنك ليه النهار؟ لا قصدي النضارة، النضارة. وإيه؟ وشعرك ده. وايه رايك في الاول كان احسن لمي شعرك ورفعيها النساء والبس النضاره ده بيديلك وقار اكتر. مش معقول كده. وحبابكم مين؟ وطبابكم مين؟ ايه الزيطه اللي هناك دي؟ يظهر الدكتور نادر وصل. وصل. مالك بترعش كده ليه؟ اصلي بكرهه بكرهه. لا يا عصمت، المفروض انك ملك رحمه، انا قلبك ما اعرفش الحقد ولا الكراهيه. انت ناسي انه اهني وفرح كرامتي ولا عليا مبهدله ورجلي معصعصه؟ معلش لما حد يقول لك كده قول ربنا يسامحك، لان بني ادم لما يكون الله. انت شايله صوره مين؟ الله دي صورتي. وحبابكم مين؟ وطبابكم مين؟ يا حبيبي يا سلام على الطار اتفضل. يا فضل يا دكتور ان شاء الله نعوام. فضل يا دكتور. شكرا شكرا ايها العيانين شكرا. افهم بقى خرمتلي دماغي. نعم عايز ايه؟ بقالي 3 أشهر مستني الدكتور عشان اقلع. اقلعك وريحك. اه عينيا تحكي لي. معقوله حلاوتك دي يا برنس؟ ازيك يا موس. الله على جمالك وطعامتك. العياده كانت قافشه كده ولا ليها طعم ولا لون ولا ريحه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه جاي طوال المطار على هنا؟ اه جيت على طول، قلت مفيش داعي اروح. كويس. شوف شغلنا الاول وبعدين نرتاح يا موس. ربنا يقويك. يا سلام على باريس، تجنن. انا كان نفسي بقى اروح معاك باريس، دي انت اديتني بومبا بقى. يلا. يا سلام على باريس يا موس. اه بلد الجن والملائكه. تلاقيك قابلت ابراهيم هناك. 5 ساعات من باريس لهنا يا موس. 5 ساعات. جيت في الجامبو. جيت في ايه؟ الجامبو. طب ليه ما جيتش في طيارة؟ هي طيارة اسمها الجامبو. طيارة اسمها ايه؟ الجامبو. جامبو على جامبو. حلو. الرحلة اللي تجنن من المطار لهنا يا موس. الله. 4 ساعات. ليه بقى؟ والله ده في شرف شارع رمسيس وقفنا فيها ساعتين. ليه؟ بسأل فيه ايه؟ قالوا بتفتح مرتين في الأسبوع. أهلا يا دكتور. ازيك وحشيني قوي يا دكتور. انزل بقى اجيب الشنطة. انزل. جبت لي المايوه؟ جبت لك المايوه. حبيب قلبي ربنا يخليك. بس مقاسك 3 حتت، معرفش ليه يا عم. اتلسع هوا ضيع فيها. لا لا ادوني كتالوج بالصور. في كتالوج؟ هاي كده حكمة. ايه نرمين اخبارك يا جميل واخبار العياده ايه والعيانين؟ تمام يا دكتور، العيانين واقفين في الطابور زي ما سبتهم بالظبط. وهيكون حد فيهم عينيه زغت على الدكتور زناتي؟ لا اطمن يا دكتور وراك 7. قولي يا 7 كنت بتقضي وقتك ازاي؟ كنت بقرا. برافو. بتقري ايه؟ ارسين لوبين، اجاسا كريستي؟ لا قريت مجلات طبيه. انا ما عنديش غير ميكي وتنتان. بتقري ايه؟ البركه يا دكتور زناتي، هو ده المجالات الطبيه. اصلا انا قررت اشتغل بحماس. انا مبسوط منك قوي يا نرمين. ميرسي. تعرف يا دكتور انا عايزه حاجه. حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟ لا اكل. ايه امال عايزه ايه؟ عايزه اقف جنبك وانت بتكشف على العيانين واشوفك وانت بتخفف انات المعذبين. ريدك والنبي ريدك. معك بكل جانب انقاذ البشريه. الكلام ده سمعتيه فين؟ سمعت الدكتور زناتي يقوله للموس. نرمين انت بتشتغل عندي بممرضه بتاعتي بس ماشي كلام الفرق ده. بس ده كلام مؤثر قوي. نرمين هخصمك ومش هجيب لك فندق، ما تزعلنيش منه. بس انا عاوز اخفف انات المعذبين. انات المعذبين في العياده عندي، ما تنقنيش بره العياده. اوكي اوكي. يلا يا 7 جهز العيانين. اوكي دكتور. يلا يا جميل. ده ايه الصباع الحلو دول؟ انت يا زناتي، دكتور زناتي، يا زناتي. يضحك على البنت ويقول زناتي؟ زناتي شكله غير كده خالص. اي خدمة يا دكتور؟ مش ممكن. لا حضرتك مين؟ انا؟ ايوه الممرضة بتاعت الدكتور زناتي. انتي؟ ايوه. وانا شايفك كمان ينفع منين؟ قصدك النضارة كعب وكوباية وشعر مبهدل ورجلين معيد. ساعتك شفتيها يعني؟ طبعا. شفتي شكلها؟ ها
انا باليد شو جاي. والله يا نسا بيجي لنا بلاوي. لو عايز تشتغل طب تنيلي روح استحمي روح البسي. والله يا فندم بيجي لنا حاجات غريبه بس غلبانه. انا كنت عايز اديها نص جنيه ولا حاجه. مشي. الظاهر انك معجب بيه. لا والله بس الكام مره اللي ساعدتني في كام عمليه البنت احنا هنا على المرضى خساره الدكتور زناد استغنى عنها. انت شايف كده يا فندم؟ انا شايف حاجات احلى من كده. اهلا يا نادر. اهلا اهلا. الحمد لله بالسلامه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا في باريس. اصحى على باريس وجمال باريس. لسه بحكي للانسه على الرحله. اهو فين الانسه دي؟ القمر اللي واقف عندك يا سيدي. اه منك ده. ده اه ده عصمت. عصمت مين؟ عصمت كعميره. عصمت اللي مش ممكن. مش ممكن ليه يا دكتور نادي؟ ايوه انا عصمت من النضاره كعب كوبايه وشعر مبهدل ورجلين معيز. مش معقول يا هانم. كل شيء معقول لو اتلمع واتزوج. ايوه لو اتلمع دنجله واتدلع وعمل عمايل. ما تسترجل في كلامك شويه. ايه كل شيء اتلمع واتزوج؟ وارفع شعرك فوق. البس النضاره ده بديلك وقار اكتر يا ولد. معقول كده؟ ما ترفعش شعرك ولا تلبس نظارات يا جميل. انت كده تجنن. انت لا تجنن ولا تعمل اي حاجه على نفسك يا طعم. مدام حلو زي القمر ولا يهمك حاجه محدش له حاجه عندك. طب دلع نفسك من هنا وانا هخرم عينك من هنا. الممرضه عنوان الدكتور. وانا عنوان الدق شارع المساحه. ده عنوان غلط. عنوان وصمه. وانا مالي بيه؟ انا مقتنعه بيه. الزبائن لازم يقابلوا ممرضه حلوه. وافتكر ان حلوه دلوقتي ده منظور يا حلو. وانت حس حاجه مصاص ممرضه بتاعتك مفهوم يا جدع. اسكت. انا ما خدتش بالي منها. ازاي انت خد بالك من ايه ولا من ايه؟ كفايه عليك. نرمين هانم. مين نرمين هانم؟ مالها نرمين؟ اوعى يكون عينك زغت عليها. لا احبش ابص لفوق. نرمين دي فوق قوي. انا احب ابص لفوق قوي يا زلمه. اكيد سلطان بيه هيكافئك عشان علاج بنته. والله انا مش طمعان في حاجه غير اني اتجوزها وبس. هتتجوز املاك وعمارات ورصيد في البنوك. يا كمان هتتجوز دكتور ما شاء الله. انت بتحبها؟ تحبي مين يا راجل؟ انا فاضي. امال هتتجوزها؟ جوازها زي دي ارفضها ليه؟ فلوس يا زناتي. طب تعالى احكي لي عملت ايه في باريس. يا سلام على باريس وجمال باريس. انت لازم تسافر باريس يا زناتي. انا دي بلد ما حصلتش. يا سلام والله يجي لك صرع. انا وصيت عليه. البعثه اللي جايه قلت لك الدكتور زناتي لازم يسافر. والله فيك الخير. وعدوني بظرف 30 سنه هتكون مسافر يا زناتي. هاني صحيح قرب ده. بس البلد يا جدع ايه الحلاوه دي. تنزل من المطار تبص للناس زي القمر يا زناتي. يا سلام مفيش حد وحش. مفيش غفر في باريس يا ممنوع. مفيش غفر ممنوع. هم الامن مستفيد بسنك غفر. امن مين ولا الحريم؟ ايه الفرنسويات دول يا جدع؟ ايه يا لهوي ملايين يا زناتي. يا ساتر. والكيزان عسل. اول القشطه ماشيه قدامك والصحه. البنت ماشيه في الشارع ما شاء الله الرئات كده عامل. ما شاء الله. ايه ده؟ ما شاء الله صحة. طب ما جالس عندهم التهاب رئوي وما حدش التهابية. الست ماشية في الشارع تقول يا أرض انشقي ما عليكي قد. قمر يا زناتي من حلاوتها مش طايقة نفسها. والكعب العالي تنتك كان تكن كن كن. والله والرئتين السوالف طالعة كده وحالة. شوف يا أخي البلاد ما ربنا بيحبها. هم عندهم رئتين كده إحنا عندنا الغليظ كده. يا زناتي تمشي في الشارع لا في سجاره مرميه ولا وسخه ولا بول. البلد بتتغسل بالليل تقوم الصبح تلاقيها زي الفل. مفيش حاجه اسمها زباله ولا حد بيطبخ حاجه من البلكونه. لا 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 ممنوع. مفيش واحد ماسك مقشه يجيب التراب من هنا يحطه هنا. تاني يوم يعني يروح جايبهم من هنا حاططهم هنا. اخر الشهر يسلمهم يجيب غيرهم يروح حاططهم. عقده بيري بقى يا راجل. ماشي في الشارع مش عارف اطفي السيجاره فين. من نظافه والله. طب انت جيب اللي جنبي يتفلق. يجي واحد خواجه عارف ان احنا في بلد غربه يا عم نحترم نفسنا. بس اسبوع يجنن يا زناتي. والله اسبوع ما نمتش. اسبوع كله مؤتمرات. مؤتمرات ايه الصبح رايح عنده واتكل على الله. باريس باريس يا راجل. الناس ترانتانو تانو حدش بينام يا زناتي. الا 24 ساعه رقص وغنى رقص وغنى. ده عالم صيد. ما تفهمش والله ما تعرف الليل من النهار. العالم كبير صغير ماشي يرقص. انا شفت واحد عنده 170 سنه يا زناتي ماشي. ما فيش. بتاعت في الراس. العالم مدلع نفسه الاخر. انا افتريت. يلا الله عملت عمايل. عملت ايه؟ صورت بالالوان. والله اشتريت الكاميرا الالوان اسمها برافو برافو برافو. تدوس عليها تسرسب صور من تحت كده. عارفها اسمها بولارويد. اتصورت بقى في الشانزليزيه. ايوه الشارع اللي هناك. يا خراب على الشانزليزيه يا زناتي. ولا برج بيزا. برج مين؟ بيزا.
برج بيزا ده في ايطاليا ومعقول مع دلوة دو باريس يا برج الجزيره بس برجلين بقى لانه اطول يا زلمه. يا جدع اللي في باريس ده برج الايفل. انا مالي انا بقيت ماشي في كل حته اتصور الريحه زي الفل والشوارع وايه مفيش زحمه بقى عالم مدلع نفسه والله كل واحد يشوف قول مين ده مش عارفين تصور جنب مين مين ده تصور جنب مين والله وشنطة عمر الشريف تحتوي قمر يا زناتي قمر قمر ماشي بالشارع الله اكبر ربنا يديك يا عمر ايه الحلاوه دي يا جدع انا لقيت مظاهره في الشارع ام شريف ام شريف عسكري المرور والله بيحكي ام شريف وراح جاي لا عيال قوي هناك والتاني ماشي بالشارع مدلع نفسه ايه الحلاوه دي ومش معقد بقى مسبسب شعره لا واد ابن بلد الجاكيته مفتوحه مش عارف ازاي والقميص ايه والبنطلون ايه والسويتر ايه اخر صياعه من الفاصوليا ومعايا ست نسوان يا زناتي ستة ابن المفترية والله ستة واحنا واقفين جربانين هنموت ستة والواحدة ايه الواحدة ما شاء الله تقلب بلد من حلاوتها انت عارف في ست يا زناتي تدخل عليك تتخض في ستات يخضوا مش مسألة جمال هيبة والله انا بصيت بقى ما هو ستة والله جاني صرع قمت بقى فوقوني بقى زي المجنون يا عمر ابعت احنا بتوعك يا طناش يا زلاتة ماسك ثلاثة كده وثلاثة كده وشغال بقى ميهم فرنساوي مع عزالج اللغة يا راجل والله يا زناتي بيتكلم فرنساوي احسن منه ايه ده بيكلم الستة جتام جمع جعان اسكيزو عباجي جمع نحن مش فاهمين فرنساوي يا عين والله واقفين زي اليتامى في الشارع كده وخايفين نقول ولا كلمة اي حد يقول لنا حاجة نقول له نو مفيش غيرهم في المطعم تاكلوا ايه وي تشربوا نو واحد صاحبنا عمل حدق طلب اتنين وي وواحد نور مفيش ثانية وجابوا له كشري قد كده كشري فرنساوي العدسية كده اسكت يا راجل اللغة دي بتبقى صعبة لا احنا ما يسافر بلد ما عرفش يتكلم زيهم بتبقى محرجة قوي بس كانت رحلة الجنة رحت اسلم على عمر بقى سلمت عليه بايه؟ عنده محل في باريس عقبالك ناس يابا بتشتغل بس مؤدب قوي يا زناتي قوي رحت عرفت المحل ورحت سلم عليه خدني بالحضن وبتاع عارف ان انا مصري يجنن وعرفته بنفسي قلت له الدكتور نادر يا فندم من القاهرة اخصائي انف واذن انف واذن وحجنجر فهمت بقى سلم عليا وعرفني بالبنات انتهزت قوي بقى انا فجرت قال لهم سيلي دكتور نادر سيلي جيران دكتور دل العفشه بتاع الزور العجل والله التروس البنات بصوري بقى قلت لهم بنصوري يا اولاد والله ما لقيتهمش يا زناتي في ثانيه اللي جريت واللي نطت والله والاغمى عليها انا قلت يا عم يا بركه انا عايز اقعد مع عمر انا وقعدنا ورقصنا وكانت ليله لقيت الفجر طالع عليا مش شايف حاجه يا زناتي عايز اروح قال لي لا تتعشى قلت له يا عم الله يسترك انام قال لي نعم لازم تتعشى عشاك يا كريم عشاني ايه يا راجل ده خدني مطعم ايه خدك مطعم اسمه احيه شوف يا زناتي ادخل المطعم في باريس وانسى اي مطعم في العالم ليه يا راجل دي المطاعم لا ريحه زفاره ولا صوت ناس بتتكلم اكل يعني اكل يا زناتي ادب مفيش ايه انا قلت في حد مات اكيد لا البقي ما بيتفتحش يا زناتي اما مفيش البلعات اللي تقلوها الصلعه دي اكل يعني اكل انا شفت عيل عنده شهر بيرضع بالشوكه يا زلات حاجه رهيبه انا قلت لا دول هينسوها بقى للمطاعم الونس خش اي مطعم في العتبه هنا تاكل وخاف لا طبق يقع عليه بسكينه في نسوان تاكل وتزغرط هنا يا زلمه والله
هتلاقي الست في المطعم ربنا يديها الصحة. الرغيف لفة يا زناتي. لا وبعدين تسخن بقى وجوزها فرحان. هي بعد ما تخلص تتمتع معاه وجوزها يعيط ويدفع يعيط. يا جدع نسوان فرحانه بالامن الغذائي. يا راجل اكل يعني اكل وطريق. شوف الجرسون في باريس. يو ده انت معقد وما كانتش سفريه بقى. لا معلش شوف الجرسون في باريس بيعاملك ازاي يا زناتي. وروح عند اي كبابجي وسقى فتحه يقول لك عجب انت عجب. تقول له فين؟ ما فين انت عجب. طب عندكم ايه؟ خش شوف ايه. طب امشي تمشي ايه؟ الله. طب اعمل ايه؟ العزاء على والله يا زناتي. دخل عليا واحد لابس قطيفه كحلي وحاطط مروحه في رقبته انا قاعد مع عمر اتخضيت قلت له ايه ده ايه ده مين ده؟ لا 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 مش جرسون. امال ايه؟ لواء. والله لواء. لواء لواء ايه من بتوع نابليون بقى اللي يشيل المدفع كده. والله جاء لي ميسيه ميسيه كيسكيبو مانجي. قلت له كيسكيبو انت. كل وشربنا ودلع اكلت انا سيكالوب بانيو. مثلا امال ايه؟ حتى السيكالوب كلتوه في البانيو. بس عمر مش مبسوط. ليه يا راجل؟ البنات مجننين وعيني بتقول مش عارف ايه. كنت ما اكل ام شريف ام شريف ام شريف. ما هو هناك اسمه عمر شريف. هنا عمر هناك عمر عشان فرق العمله بس. كويس ان ما راحش الصعيد كان زمانه دلوقتي اسمه عمر قريش. طب واستفدت ايه من المؤتمر؟ مؤتمر؟ جبت لبس يا زناتي. جبت شويه قمصان وبدل. لبس باريس يابا. ده انا كان معايا العنوان هناك اشيك محل لبس في العالم. بيرة ابو قردان يا خرابي. انزل باريس بيرة ابو قردان يا زناتي. قمصان انا جبت جزمتين سامسونايت. بالنمر بالنمر ما تتقلقش تظبطها على صبع رجلك الكبير وطارش في قفات تافه. عندهم حاجات حلوه الخواجه. عملت شومبينج حلو كده. جبت لك ايه بقى معايا مفاجاه؟ ايه؟ جبت لك بلوفر يا زناتي. ايه؟ والله ليك حته بلوفر ليك. شيرز. شيرز. طب والتوصيات والابحاث بتاعت المؤتمر؟ ادونا كتب ومجلدات وحاجات حلوه قوي. بس جيت عطاها في شنطه لقيت شنطه هتقع مني. انت عارف باريس في المطار كيلو زياده 2000 درهمه على طول. درهمه؟ الدرخمة دي جريجي يابا. انا مالي انا شحنتهم في طرد وجايلي. مش نتفسح في المؤتمرات ولا ايه؟ مؤتمرات عاملين عشان تروحوا تستفادوا وترجعوا تفيدونا. يا عم نستفيد ايه؟ ده احنا عندنا دكاتره برقبتهم. مش حكايه دكاتره البحث العلمي كل يوم في جديد يا سيد. طب الادويه ايه يا دكتوره؟ ادويه دي انا مش عرفني. ده الصيدلي اللي جنبنا طالب شويه ادويه لمراته جبتها له. ادويه اجنبيه؟ لا والله ادويه مصري برضه. وايه اللي وداها باريس؟ عارف الاصناف الكويسه بتتهرب له برضه. حتى الادويه نستوردها تاني بالعمله الصعبه. ومين بيدفع الفرق؟ المريض طبعا. تعالى من حجنن يبعتوا امثالكم مؤتمرات طبيه عشان ترجعوا بشنط مهربات. ده رايي يا دكتور ما ترحم. ده احنا غلابه ومضروبين وما حلفناش حاجه. الحق الندابه بتاعتك اشتغل. يعني ايه الحقد ده عشان سفريه لباريس يا زنات؟ عيب حقد. ما انت رحت بني سويف والزقازيق. انا ولا كلمه. تعالى تعالى ما بخرك يا دكتور. معلش معلش يا حبيبي. معلش معلش العين ربنا يحفظه. بقول لك ايه سيبنا شغالك انا وانا خليك فل قد الدنيا. تعالى يا حمار انت. بقول لي يا حمار يبقى شاف البطاقه. مش عارف ازاي البنت عزبه بتاخد الزبائن تعملها غسيل مخ وتدخلها للزناتي خليفه. يدخل عيان للزناتي وانا واقف. ايه اللي جرى للدنيا يا رجاله؟ انا ما عايش لليوم اللي اشوف فيه عيان دخل للزناتي. اسمع يا ولد اخوي بكره فجاه مفهوم يا مفهوم يا معلمي. معلش معلمه دكتور يعني فيوزات قفشت.
قول يا موس. معلش عندنا زحمه النهارده. زحمه موت بقى. طب انت عارف ان انا تعبان وجاي من السفر. معلش ربنا قويك. يلا حاجزين كلهم من 3-4 ايام. واللي بالتقريب كده السفره فيها كام عيان؟ قلت السفره بتاع 200 كده. يا ربي في حد في الصالون؟ بتاع 100 بره. الانترين 100-150 كده كل النهارده. النهارده ربنا يقدرنا. في حد على السطح؟ بتاع 100 بره. على السلم 50-60 عند رابزين. بتاع 100 في المنور. 200 بره عند الاشاره. 124 دائري الصحراء الغربيه. هو قول لي في عمليات؟ في. ليه؟ لا معلش 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 عشان خاطر موس ايديا مش في الفورمة. زقلطهم شوية كده يا حلاوة زقلطهم. عندنا كام عملية معلش. بالتقريب؟ عندنا 30 بروستاتا. 30 النهارده؟ 30. ربنا يقدرنا. 30 30 لا 30 ايه؟ بروستاتا. الجديدة دي ولا ايه دي؟ تعرفش البروستاتا فين؟ عارف مكانها؟ عارف. باشا وري من بعيد عشان معقولة يا دكتور ما تعرفش فين البروستاتا؟ عارف بس انت عارف حاجات سنة أولى بتاخد سنة أولى ايه؟ بيبقى الزبون واقف كده بتبقى في قفاه. لافلي لافلي دي بقى. عندنا ايه تاني؟ عندنا 30 بواسير. الله ايه الضغط ده؟ معرفش. جهز البواسير 6-6. ما ينفعش. لا ينفع انا هقلوظ وقت. تعال هات ال هتقلوظ. مش معقول كده. استنى على المكتب. دي مسألة إنسانية يا عصام. اتفضل. وجاني مريض. اتفضل يا كابتن. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا. اتفضل حضرتك. دي العياده نورت والحي كله نور. اهلا اهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ثواني هكون جاهز مع حضرتك حالا يا فندم. لا كح على كيفك ولا يهمك. سمعني. يا سلام كمان قاعد. انا تحت امرك بقى. سيادتك كنت تشتكي من ايه يا فندم؟ عندي زن وشي في وداني. ايوه. وعندي صداع في دماغي. ومش لاقي اي علاج. ودخت في المستشفيات الحكوميه كلها. رحت القصر العيني. رحت القصر العيني. قالوا لي استنى لما يتباني. لما ايه يا اخويا؟ يتباني. رحت القصر العيني الجديد. قالوا لي يلزم لك واسطه او توصيه من دكتور مشهور. طب رحت العجوزه؟ رحت العجوز. ولقيتها معجوزه. رخرة. وحطوني في الايمن وادوني نمره 2801. وقالوا لي استنى دورك بقى. يعني قدام مني 2800 مريض مستني سرير يفضى. وانا الصداع هيموتني يا دكتور. قالوا لي روح لدكتور في عيادة. ضغط على الدكاتره. الاسعار غاليه نار. وانا موظف صرف بسيط متجوز وعندي 7 عيال. عندك كم؟ 7 عيال. جبتهم منين؟ من المدام. من المدام. ازاي؟ مجهود شخص. طب انا لما هروح للدكتور وهيكتب لي على الدواء. ايوه. انا هجيبه منين؟ وعشان كده. أيوة. انا لما شفت اليافطه بتاعتك. أيوة. انا ما صدقتش. ايوه. استغرب. ايوه. معقول يا عالم في دكتور الكشف بتاعه 50 ايه؟ انا في حلم ولا علم يا عالم؟ انا في علم يا فندم. اهلا وسهلا. اوعى تيجي. تعالى هنا بقى. نام مستريح وخد راحتك. انا ايوه. طب والنبي يا دكتور تفعصني كويس. افعصك؟ هو انا بابور زلط اسمها فحصني؟ نام على راحتك. عالقلب ايه يا عم انت بتركب حماره؟ ده سرير. نام على راحتك. عالقلب كده على راحتك كده فن وحش عم. لف الف. ايوه. تحب اصحيك الساعه كام؟ انت فاكرها الجرده؟ ما تديني وشك. انت مقموص مني ولا حاجه؟ ايوه. نام ورحرح وانسى نفسك كده على الاخر. ايوه. هم قالوا لنا اول حاجه ايه؟ افتح بقك بقى. افتح اقفل. ايه يا مريض؟ بس كفايه. كام؟ ما شاء الله. كام؟ 41.8 شرط. عندك حراره ما حصلتش. ده اندلت على شيء فيدل على النخوه والرجوله. افتح بقك. ولا بس ولا على الدولار. ولا كده انا هرشح اللي بيطلع وشه. ولا
ولا ده انا شايف المخ هنا. ثانية واحدة ثانية ولا خلاص خلاص هو مفيش سقف حل فالمخ نازل على المنور عدل. هي حالة غريبة ما درسناهاش احنا قبل كده لكن اكيد ربنا حصورها معايا. ده بقالي بقالي 6 اشهر مستني مريض بس اكشف عليه كده يا رب. نشوف قاع العين. بصلي كمان بصلي بصلي كمان كمان بصلي ده مفيش قاع عين باين ولا اي حاجة. دي حالة غريبة رخمة. معلش نكمل كشف يمكن نعرف ايه المسببات يا رب. النهارده نشوف اذا كان في شيء في صدرك ولا حاجه. صدري هو اللي واجعني. صدري هذا صدرك في شان ولا ولي ايه ولا ورا بعض. ايوه يا عم ورشه خراطه ولا دقه منتظمه لوجه الله. انت بتقول الزن فين؟ في ودان. اديني ودن. الله ودنك فيها شعر ودن التانية فيها شعر ومناخيرك فيها شعر وحواجبك فيها شعر وشعرك فيه شعر ما شاء الله عندك شعر كتير قوي. خلي بالك للضرايب تاخد بيه خبر. جزمة شبيكة وحاجة تقل التانية زيها برضه يا ولا لابسني جوانتي في رجليك ورجلك فيها شعر. انت عندك شعر تعمل بيه شلته. انت بتقول الزن فين يا سيد؟ في ودان. هذه ما تنفعش معاك انت خالص. اجمد معايا اجمد. يبقى هي الاعصاب بقى. وجدتها هي اللي مبوظه لك كل حاجه عند سيادتك. لا هبتدي اكتب عليها حته حته بخصها نلميمه نلميمه واعرف انهي عصب اللي مبوظ. خليك انت مستريح بقى عشان تيجي اكشف عليها في الجراح فين. لا يا فندم خليهم لي هنا عشان هم السبب في كل البلاوي اللي بتحصل. انت ايه اللي بيجيبك هنا؟ وانت الحريضه خليك انت مستريح عشان ال دكتور. هيا يا باشا. اهلا بيه. دورك دلوقتي؟ ايوه. اتفضل جوه عشان تحلل البول. عايز كام لتر؟ لتر ايه؟ لو سمحت جهاز ضغط للدكتور زناتي. ميرسي قوي. انا لسه عايز افندم يا دكتور. انا اسف قوي. على ايه؟ على شويه الكلام الفارغ اللي قلته. بالعكس انا اشكرك لانك وجهتني في حاجات كانت غايبه عني. يعني مش زعلانه مني؟ ابدا ابدا. صدقيني يا هاني قلت لك ان عينيكي احلى عينيك شفتها في حياتي. الظاهر انك بتقدر الجمال. جمال الخلع عشان الناس تستمتع بيه. ايوه بس ما تنساش ان عندك ممرضه وحلوه. ممرضه نرمي شبه كولومبو. في حاجه ثانيه كل ده بس الجهاز ده ما حددش ضغط عليها شويه فراوله على شويه زبده. عصمت الو اديني محمد الحي. هذه الضغط هتجيب لي ضغط. انت عايزك عينك تبصص المريضه بتاعك مفهوم؟ لا تعالى شوف محمد جاي. محمد سالم؟ اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل ارتاح. اسمك يا باشا؟ حسنين عبد الواحد. حسنين عبد الواحد. سنك يا سيد حسنين؟ من 50 ل 40. انت متجوز يا حسنين؟ 2. متجوز 2؟ انا حسنين. لا حلو ها عشان حسنين تتجوز بركه اللي ما اسمكش جمعه. عندك ولاد؟ 2. ما شاء الله. تشتكي من مين؟ من الاثنين. تعبان من ايه؟ حاسس بايه؟ اول ما هي ولا مؤاخذه يا دكتور كشف ولا مؤاخذه يابا تعالى كشف مستعجل. ده بقول ده قهوة؟ هو أنا هشوف لك الفنجان؟ كده؟ يا حالة غريبة أوي. يا لهوي في إيه يا دكتور؟ في إيه؟ يا لهوي في إيه؟ عندك آيس كريم في البول قدامي لما أعمل لك تحليل دم وهعمل لك منظار يا جميل. ها
هتمنظرني ومنظر اللي يتشدد لك. طب خدرني. اخدرك يعني ايه؟ ده عياده مش غرزه. اجيب لك خدرك يعني ايه؟ انا اسف يا سيد حسنين من اللي حصل. اسف وخجلان يا فندم، معلش التمرد جاهل واساء التصرف، عندي زحمه غير طبيعي. انا اسف حقيقي. قلت لي بقى سعادتك بتشتكي من ايه؟ اول ما قوم من النوم. ايوه كشف مستعجل المستعجل قوم تعال. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. تسمح؟ اتفضل. سعد خير. الدكتور محسن دكتوراه في القانون الجنائي. الدكتور محسن دكتوراه في علم النفس. الدكتور محسن دكتوراه في علم الباثولوجي. تشتكوا من ايه يا دكاتره؟ لا هو في الحقيقه مش انا اللي بشتكي يا دكتور. امال مين؟ دي مراتي. مرات سعادتك؟ ايوه يا دكتور. تشتكي من ايه؟ بتعتبر الثقافه نوع من انواع المرض. ثقافه؟ وطلبت مني اني اتعالج. سعادتك بتقرا وتتثقف من زمان؟ من يوم ما اتجوزت. تحب تتثقف امتى؟ بالليل. طبعا يا فندم. بالليل يا دكتور انسى وقت القرايه. طبعا. بقعد انا بمزاج كده امسك الكتاب بتاعي وبقعد اقرا فيه. تيجي مراتي تروح خطفها مني. تهزر مع سعادتك معلش. تهزر ايه يا دكتور؟ مش انت لوحدك يا فندم في البيت؟ ايوه يا دكتور. في اولاد؟ لا 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 لا. طيب يا فندم سعادتك قاعد بما دام بتهزر وبعدين مشكله بالظبط. بعدين وبعدين ايه يا دكتور؟ ايه اخد منها الكتاب تاني بالذوق وابعد عنها خالص واقعد اقرا في حالي. تيجي هي تروح خطفها مني تاني. انت مصر تقرا؟ ايوه يا دكتور. ايوه بس لازم تقرا. ايوه يا دكتور. مش الدنيا بالليل والجو هادي؟ ايوه يا دكتور. ما هي مش هتسيبك. بعدين يا فندم بعدين هنوصل للمشكله بالظبط. بعدين مشكله ايه بس يا دكتور؟ ايوه اخد منها الكتاب تاني بالذوق وابعد عنها خالص واقعد اقرا في حالي. تيجي هي تروح خطفها مني تاني. اقول لها من فضلك يا انسه ما تخطفيش الكتاب. يا انسه؟ سوري يا فندم سعادتك متجوز من زمان؟ من 5 سنين يا دكتور. ليه ليه ليه؟ لا مفيش حاجه يا فندم. وبعدين انا اعرف المشكله بالظبط. وبعدين لا وبعدين يا دكتور اطمئن طبعا. انا اللي منتصر عليها في الاخر وهتخطف من الكتاب. تخرج سعادتك؟ لا. تروح فين يا فندم؟ بخش الحمام. حمام بقفل عليا من جوه وافضل اقرا لحد الصبح ما يطلع. ومرات سعادتك فين يا فندم؟ تخبط طول الليل. طول الليل بتخبط وانت مش عارف هي عايزه ايه؟ لا طبعا مش عارفه. اللي هتفتكر هي عايزه ايه يا دكتور؟ هم لهم حاجات غريبه كده. اتفضل معايا يا استاذ مصر. يا دكتور انا هكتب لك شويه فيتامينات. ايوه دكتور تستعملها لمده اسبوع. اوكي يا دكتور ان شاء الله هتبقى زي الحمار. الحمار الوحش. خدمتك يا فندم. شكرا يا دكتور. ده دم ده؟ في دم لونه اخضر؟ انت متل منين بس؟ انت بردان ولا حران؟ بردان. غطيه غطيه ده مش ناقص. يا لهوي في ايه؟ يا لا تعال تعال شوف بنفسك بقى عشان ابقى بريء منك. تعال. ايوه وعندك ابو زيد الهلالي سلام وعزيزه ويونس والبنت دلالي كهربيه على تدفعي ينور على وسطها ينور الربرب الربا. ايه رايك في صندوق الدنيا ده؟ كل دول فيا يا دكتور. وما جابهم لك من عند الجيران؟ يبقى انا بقى ضايف خالص. ده انت تلفان خالص. عندك ملوخيه في الدم؟ ودمك فيه شعر. شوف يا سيد انت علاجك هيتم على مرحلتين. المرحله الاوليه بالابر الصينيه. الحمد لله. بس للاسف الابر اللي عندي خلصت كلها. لا صار. لا عندي مسمار صيني. الحمد لله. حرقعك المسمار الصيني يريحك من الدنيا ببلاويها. قدامي لما مسمارك يا جميل. لا لسه ما تخافش. معلش 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 خلاص خلاص معلش انا هتصرف. حبهتني شوف هفصله. انا اسف اسف وخجلان ولاخر مره يا فندم. لا مهما فصلت مش هيجيب حاجه خالص.
وقلة ذوق يروح شايلك كده رمحين. أنا آسف آسف وخجلان والله. قلت لي بقى سعادتك بتشتكي من إيه؟ أول ما قلت النوم. بس انت قفشت معايا على الاقل اسمع. معلش معلش ده شغلي بقى وانا حر فيه. بس مش كده على رأيك يا اصول ما تزعلش. انا احب كده قوي. في حاجه مستعجله؟ مفيش مستعجله. امال ايه؟ فور. لا اتفضلوا. انا مش مزعل حد. اهلا دكتور. الو يا فندم. وحشتني قوي. ميرسي مدام. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. يا ترى تشتكي من حاجه المره دي؟ عندي فسفوسه. عندك فسفوسه؟ معقوله؟ هي الفسفوس طلعت فعلا. فعلا في فسفوسه عشان تحرمي تاكلي فسفاس. تباركني يا دكتور. ايه يا فندم؟ اتجوزتي؟ لا. طلقتي؟ لا. امال ايه؟ اتخطبت. مبروك اخيرا العقده اتحلت. والعريس بيشتغل ايه؟ دكتور. اها انت عينك على دكتور من زمان. تصور يا دكتور نادر بقاله 3 سنين فاتح عياده وفي الاخر يطلع نصاب. مش ممكن حظك. معلش اخبار الفسفوسه ايه؟ لا الفسفوسه لازم تتشالي هانم لانها هتفسفس ولو فسفست هتبقى فصيفه صوفه حقيقي. هتقعدي سنه تقولي يا فصيفصين. انا عارف الفصافيص. العمليه هتكلف فيك 250 جنيه. مش مهم. تحب نعملها امتى دلوقتي؟ دايما تحب. ساعات تستنيني في اوضه العمليه. لا نقلع الدكتور. لا مفيش قلعه يا فندم الفسفوسه في دقني. مش محتاجه لحاجه. غلبانه يا عيني. طب بشرفي انا حبيتك يا حسنين. حبيتك وحبيت فيك روح الكفاح. وهتكشف عليا النعمه. لا تكشف. تشتكي من ايه؟ اول ما اقوم النوم. اول ما بتشوف. اهلنا هوا. اهلنا. اتفضل سعادتك هنا عشان بياخد اي حاجه في وشك. انا اسف واكرر اسفي الشديد يا سيد حسنين. العفو. وصدقني يا فندم معلش الزحمه في العيادات بيحصل بعض اخطاء مش ذنبنا والله. طبيعي غصب عننا. انا اسف بس ان شاء الله تطلع من عندي زي الفل. عريس اها نبضك حلو قوي حقيقي. يعني كل نبوضه ونبوضه بتنبض نبض بضيض. انت بتتعشى حسنين؟ خفيف كده. ده نسيب العشاء عشان تقوم زي الفل. نشوف بقى العينين الغزلاني شوف بيها الزايد يا حسنين. ماشيه مع سعادتك؟ ماشي. شوف مدام بتلقط خليها. نشوف البق الحلو بقى. ايه عفريت النظافه دي؟ بقك زي الفل والله. لا اسنان ولا لسان. حتى السقف واقع غريب. ماشي مع سعادتك؟ الحمد لله الحاجات دي ما تتعوضش يا حسنين بيه. فعلا ما شاء الله قلوب العذاره. سعادتك خد نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس سيب نفس نفس سبت يا عفريت. قول سلام. يا سلام.
انت عندك عبد الوهاب في الطحال يا حسنين. وانا افضل قوي نشيل الزايده الدوديه. شيلها. العمليه هتكلفك 200 جنيه. زود 100 جنيه دكتور البنج، 120 جنيه مستشفى، 100 جنيه ضرايب. جاهز؟ انا معايا 190 جنيه كنت نازل اشتري بيهم جهاز بنتي بالتقسيط المريح. لا انت تعبت معانا يا حسنين، انا هعمل لك العمليه بالتقسيط. كويس. هاخد ال 190 جنيه ونشيل الزايده وخلي الدوديه بعدين. خليه. ساعتك استناني في اوضه العمليات. ممكن اقلع؟ اتفضل اقلع. ايه هقلع؟ ما بيشتغلش كما يجب يعني. عندك الاوزين الايمن نايم والايسر برضه، والبطين الايمن نايم والايسر برضه، يعني الاربع فرد نايمين. وعندك عفشة المية ضربة على بعضيها كلها، والشكمان صوته عالي قوي. وعندك الكبد هوريا، والبنكرياس ما لقيتهوش، والطحال جزل جزل. لكن شوف انت عندك الحاجات دي، في ناس ما عندهاش حاجه من دي خالص. الحمد لله. الحمد لله. رضا. طب والصداع اللي عندي يا دكتور ده سبب ارتفاع ضغط الدم؟ عموما انا كتبت لك على نبات الحنه. نبات الحنه؟ وده دواء ده يا دكتور؟ ده مفيد جدا. وده صفوف ولا البوس؟ والله انا كتبت لك يا سيد، وان شاء الله هتتعالج كويس منه ان شاء الله. يا عصمت، عصمت، عصمت افندم يا دكتور. معكيش فكه ال معايا 2 جنيه. ما انا قصدي فكت ال 2 جنيه. شكرا. معلش المره الجايه، المره الجايه. ربنا يخليك يا دكتور. مع الف سلامة. ربنا يخليك يا دكتور. خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك. انت غلبان يا عيني. الحقني يا دكتور، الحقني يا دكتور. تعبان قوي يا دكتور. بيرفرف. اردون سوري، قصدي بيتألم، بيتعذب. طب هو فين استاذ؟ في البيت يا دكتور. ما قدرتش اجيبه معايا. خفت عليه يا دكتور، خفت عليه. انا اقعد كتير كده. نعم يا من فضلك. لا بقى، لا بقى، بلاش بلاش حد يحط ايده على البلط. ايوه استنى، انا تحت امرك. ها هو بيشتكي من ايه استنى؟ كان حنين زيك كده يا دكتور. هو مين اللي كان حنين؟ المرحوم. مرحوم؟ انت لزمك حنوتي مش دكتور استاذ. لا يا دكتور، مش المرحوم هو اللي عيان. امال مين اللي عيان؟ ده كوكي يا دكتور. قولي كده، كوكي يا دكتور هو اللي بيتألم. ما بلاش الحاجات دي، بيتعذب. ها محدش هو الاستاذ كوكي ده بيشتكي من ايه استاذ؟ عنده اسهال يا دكتور. ادي رابع حاله وتطلع اسهال. ايه اكتب لكم على اليافطه اخصائي اسهال؟ انتوا فاكريني فاتح ايه دوره ميه؟ ده عياده عرفتونا الله يخرب بيوتكم. عينه اصابته يا حبيت عيني. باردون سوري، انحسد. حسد ايه؟ تلاقيه خد لفحه برد ولا حاجه. منين يا دكتور؟ ده انا بنيمه في حضني. وبغطيه كويس. وطول الليل اصحى ابص عليه وانام تاني. وطول الليل تصحى تبص عليه وتنام تاني. حكيم انا ملياش في الدنيا غير كوكي وتلات عمرات. حكيمية ملهاش في الدنيا غير كوكي وتلات عمرات. هو اللي مالي عليا وحدتي يا دكتور. هو اللي مالي عليا وحدتها يا دكتور. وخسوسا ايه؟ وخسوسا ايه؟ خسوسا ايه؟ خسوس؟ انت بتاكلي خس يا وليه؟ من بعد وفاة المرحوم جوزي. من بعد وفاة المدعو جوزي. انت بتحب؟ لا. امال خاطب؟ لا. امال متجوز؟ لا متكلمين عليا.
ليه يا دكتور ليه؟ اقل اتفضل. مع هنا الزريف. الله يزرعك. والعشير. الله يلطفك. وطنبوز. الله يكلمك اهلك كلهم. خلاص يا سلام خلاص. انا قلت لي ما تستعملش الحاجات دي. سيادتك هو الاستاذ كوكي جاب الاسهال امتى ان شاء الله؟ من ساعه ما اتجوز يا دكتور وهو تعبان خالص. دي الحكايه دي منتشره قوي. ايه؟ قال لي يعني اعرف اصحابي كتير قوي اول ما يتجوزوا يجي لهم الحاجات دي. ليه يا دكتور؟ ما اعرفش يا فندم لكن الحكايه دي منتشره لازم ابحث فيها كويس. لا يا دكتور الظاهر يعني ان كوكي ارهقته شويه. هي جوز يا فندم. اكيد انا مدلعه كوكي قوي 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 يا دكتور. لازم استنى يطلع مدلع على ستك كمان مدلعه. نسيه. انت كمان مدلعه. نسيه. انت كمان مفقعه. ميسي ميسي ده انت شندل ايه ده؟ ممنوع ذبح الاناث. ده انت اعوذ بالله. الله يا دكتور. في ايه يا دكتور؟ مالك مالك يا دكتور؟ بحبه يا بابا. قلت لي اسم المحروس ايه يا فندم؟ كوكي. ده انت مش هتوردي على جنة ولا على نار ولا على اي حته. ليه كوكي؟ حد يسمي راجل محترم كوكي؟ لا هي قلت اسامي. امال اسامي ايه؟ سميه شهم. يا سلام جعلص. يا روحي ابو رجل مسلوخة. منه لله الدكتور نادر هو اللي قال لي اجوزه. لما انت زبونت الدكتور نادر جايانا انا ليه؟ الدكتور نادر ما بيرضاش يروح للمرضى بيوته. هذا حقيقي. والموسى عاوز اجيبه هنا وانا خفت عليه لا ياخد ناس حبابه. انا جاي مع حضرتك. ارجوك بسرعه يا دكتور. أيوه. قال انا سايباه لوحده. أيوه. وخايفه يصحى ما يلاقينيش يفضل يهوهو. يفضل ايه يا زرع النوى؟ يهوهو يا دكتور. هو ابن سيادتك بيهوهو؟ لا ده كوكي. كوكي ده مش ابن سيادتك؟ ده اعز عندي من ابني. ده الكلب بتاعي. كلب؟ ايوه كلب. كلب؟ ايوه كلب. كلب يا ابني. الله. وده اللي فادلك بعد وفاة المدعوم؟ ايوه لكن منه لله الدكتور نادر ولا قال اجوزه. اتفضلي مع السلامه. انا دكتور بني ادمين. ما تقولش على كوكي انه حيوان. ده عنده قلب واحساس ووفاء اكتر من بني ادمين. طب اتفضلي روح للدكتور نادر جايز قلبه يحن ويرق ويروح معاك يشوف لك كوكي اللي فادلك بعد وفاة المدعوم. انت وحش يا دكتور. بس يا بتاعت البلاطي. ما عندكش لا رأفة ولا انسانيه ولا حتى رحمه. بس عندي بلطو. وكوكي بقى احلى منه. ايوه كوكي احلى منه. انت هتخش النار يا دلعبي. حظ ايه ده بس يا ربي؟ يوم ما يجيني عيان يجيني كلب وعنده اسهال. فرجت فرجت فرجت. ازاي بس؟ مريض بيسال عليك شخصيا. طب تيجي منين دي؟ ده اكيد واحد فعته شكوى قبل كده. شاف الدعايه والاعلانات اللي سيادتك رصاها. انا لما اطلع اعجنه على الانظيفه وانزل تاني. لا ابدا مريض انما ايه؟ قد كده. خليه اتفضل. خليك قاعد على المكتب. اتفضل يا فندم. قفشتك. وادي قضيه. اهلا يا تسوقي بيه. اهلا وسهلا. شوف انا جاي لك دلوقتي للتفاهم لكن لو ما حصلش تفاهم هخرج من هنا فورا على المحل. ايه حصل ايه بس؟ ما انتش عارف ايه اللي حصل؟ لا انت سيبت يا استاذ ان انا اتحرقت في الجهاز بتاعك. واني دخلت القصر العيني لمده شهرين. وانت ولا انت على بالك. دخلت القصر العيني ازاي؟ تعالى احكي لي. ده انا عندي مريض بقاله 17 دايخ على اي سرير في اي مستشفى. الدكتور نادر كتر خير ووصى عليا وعجبني بالاسم المجاني. يا ما دفعتش ولا مليم. واكل شارب نايم وتعالي على حساب الدوله. بصراحه الاقامه هناك كانت ممتازة قوي. بس في حاجة واحدة بس عجز الطب عن عينك. هي ايه اللي عجز الطب عن عينك؟ شوف يا أستاذ شوف. يا خبر تعال. يا لهوي دي شعرك ما فيهوش شعر. دي الفروة متاكلة. الفروة بس؟ فروة ولية كمان. أنا من رأيي نعمل هنا خرم وتبقى حصالة. ان كده ملهاش لازمه في اي لازمه. ده حتى الناس لو شافوها يفتكروها او القاسه. يعني مفيش امل يا دكتور. هوبلس. تقدر بقى تقول لي بقى ازاي اتجوز من غير شعر؟ يا تسوق بالله عايز يتجوز الشعر ماله بالجواز بقى؟ الوحيد اللي كانت قوته في شعره شمشون وبرضه زلطوه. بس انا ما اقدرش اخرج واحضر احتفالات واجتماعات ولا كده. البس باروكه. طب ولما تروح مني صوت الموظفين والعمال يقولوا عليا ايه؟ يقول لك يا اقرع بيب بيب يا اقرع. انا اقرع؟ ايوه. طب ما رفعت عليك قضيه في المحكمه وطالبتك بالحق والمستحق. ما باش انا تسوق ابن تهاني. طب امشي اقرع يا ابن تهاني. امشي يا نادر. نادر انت يا نادر. في
انت مش مكفيك اللي بتهببه في الناس كمان بتشغل مستشفيات الحكومه لحسابك؟ الراجل ده سوق النفاش ده في القصرعين يا تتشرب نايم على حساب الدوله شهرين، وهو قادر يقعد في اغلى مستشفى على حسابه، وانا عندي مريض بقى له 7 اشهر داخل على يسرد في اي شفخانه حتى. اللي ما تعرفش تعالجه بعتولي. انت بتبوظ كل شيء جميل بتعمله الدوله، بتدوسوا عليه برجليك وحرام عليك يا اخي. انا مش فاهم ولا كلمه منك. انا منتظر مكالمه تليفونيه. مين ده؟ دكتور نادر سبيكي. مين ده؟ اهلا، ده مصطفى بيه بتاع البعثات. ده انا عايزه. اهلا سعاده الباشا، لسه جاي من باريس. مؤتمر في طوكيو. الله يكرمك. ما تخلينا امس عليه يا نادر. الدكتور زناتي عاوز يسلم على سعادتك. انا مصطفى بيه، فاكرني؟ انا الزناتي خليفة. عليك نور بتاع الشكاوي. انا بقى هفعك الشكوى رقم 2000. بقى بتسفر الدكاتره مؤتمرات طبيه عشان يرجعوا لك بشرط مهربات. ايه ده؟ انا هوديك ورا الشمس عكر. اللي بتهببني انا مش ممكن اشوف المهازل دي واسكت. ايه بس؟ مش عاجبك اتفضل مع السلامه. هتفضل فين بقى؟ بتمي ومهلته. الدور اللي انا عاكسه عملته لي سوبر ماركو. انا قاعد هنا بفلوس امي. قاعدين عشان الصداقه اللي بينا بس. ما عشان الصداقه اللي بينا لغايه دلوقتي ما دخلتكش السجن بتهمه السرقه والتبديل. سجن يا راجل؟ انت بتهلوس. انت دخلت السجن. انا لو من النقابه تسحب منك العضويه وتسوقك يا زناتي. والله العظيم افقعك حقنه، اخلي خدودك تقب اللي عامله زي صينيه البصل دي. طب عليا النعمه افقعك مسمار صيني، اخلي اللي يشوفك رايح يقول عليك جاي. انت تفقعني مسمار صيني؟ ايوه. طب انا بقى افقعك. مفيش تمارك يحكمكم. ده انسان بيفكر معايا تعمل كف ويسيء لسمعه العيال. متهيألي انت خايف من منافستك. منافسه مين يعني؟ ما انا خدت ابو كشف ب 50 قرش يقعد يمشي تحت الكوبري في الجنينه. انا شايفه ان ال 50 قرش مبلغ معقول، يعني لو جاله 10 عيانين في اليوم هيكسب 5 جنيه. 5 جنيه في اليوم في الزمن ده يعملوا ايه؟ اذا كان السايس بياخد جنيه عشان يوسخ العربيه، انت معايا كنت واقف. 5 جنيه. وبعدين انا شايفه ان كشفك ابو 20 جنيه مبالغ فيه جدا. لا 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 لا، بدي الناس شايفه بديلهم عيال 20 جنيه. سبب له 3 جنيه حط جدك على فين؟ 5 جنيه عشان يشد السيبون بس وهو طالع ويقول حلو وهو شغال. اي واحده بترقص في شارع الهرم بتلم نقطه في ليله واحده قد مرتب مدير عام في سنه حلف. اللي عايز يكسب يشتغل في الهرم في الاستراحه، لكن ما يستغلش مهنته كطبيب في التجاره. اه كلام حلو قوي يا دكتور. لازم الدكتور يكون انسان. اه انسان. لان فاقد الشيء لا يعطيه. حلو قوي، فاقد الشيء لا يعطيه. قول لي كلام من ده كتير يا دكتور. انا فين ولا فين انت كمان؟ ها؟ الدين هو المعامله يا دكتور، لازم يكون عندك ايمان بربنا. تديني محاضرات يا عزمة. لا بس بحب انبهك انك لازم تكون انسان قبل ما تكون دكتور. مفيش انسان ب50 قرش انت كمان. لازم دكتور يراعي ضميره. ازاي اشوف انسان بيتألم بيتعذب وكل مشكلته انه مش قادر يدفع اجرة الكشف للطبيب؟ يا سلام يا دكتور زناتي، انا عاوز اجيب لك كاسيت واسجل لك عليه كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله. انت عظيم، انت انسان، انت ملاك. يعني انا ما هقف كلام اللي انا بقوله ولا بقول اي كلام؟ ده كلام عمري ما سمعته، لا في النادي ولا في البيت. لكن كلامك اول ما يدخل قلبي بيعمل انفجار. ازاي؟ بيفجر طاقتي الانسانيه. انت غير كل الشبان اللي عرفتهم، انت خليتني احب مهنه التمريض. يا ريت تخليني اقف جنبك وانت بتخفف انات المعذبين واساهم معك بكل كياني في انقاذ البشريه. ايوه بس ما تنسيش انك الممرضه بتاع المنافس بتاعي. لكن انت غير الدكتور نادر، انا حاسه انك بتتعذب. ايوه. لانك انسان عندك ضمير ومبادئ. ايوه. لكن الناس مش فاهمينك. ايوه. انا حاسه بيك. ايوه. كل يوم بكتشف فيك حاجه حلوه. ايوه. كلامك، تصرفاتك، قوه ايمانك بمبادئك. ايوه. بتخليني احس اني تافهه وكل الناس تافهين ما عدا انت. ايوه. دكتور. ايوه. انا تعبانه قوي. سلامتك، اعمل لك رسم قلب اكشف عليك في كل حاجه، يعني انا تحت امرك. لما بشوفك بترعش ونبضات قلبي بتزيد دق. ايه انا كده. ايه انا معجبه بيك قوي يا دكتور. ايه بس ما تلعبيش في قفايا يا اختي. تعرف يا دكتور؟ ايه انت احلى من عمر الشريف واحلى من الان دي. لا ايه ده يا دكتور؟ لا 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 مين اصلا كان بتكشف عليا؟ كنت بكشف عليك. اللي احلى من عمر الشريف واحمد شكمان. الان دي لا ولا الان بيشن من هنا. انا ناسا نرمين افن. متهيألي ان مش ده المكان المناسب، هنا مكان شغل. يا سلام، أنا أسهب بين هنا مكان الشغل. شغل إيه بتاعت الشغل؟ 4 حالات إسهال منهم حالة كلب وتقول لي أنا هنا مكان الشغل. دكتور زناتي. أيوه. يا عصر، يا عصر، كل شوية تكبسي بنت عبد الله. أنا عمري ما كنت أفتكر إنك. تفتكري بقى؟ أنا آسف، المهم في مريض عاوزك. هو في مريض بيعيشني. تلاقيه جاي للدكتور نادر ودخل لي هنا غلط. المريض عاوزك. ده مريض ده مستشفى الامراض المستعصيه لوحده. خير يا مكبات، ايه اللي جاب؟
لا مؤاخذه يا دكتور، من غير لا مؤاخذه، الدواء اللي حضرتك كتبتهولي في الروشته ده ضغط على كل الاجزخانات ما لقيتهوش. انا مش بقول لك ما تبيعش الاجزخانات، ده بيتباع عند العطار، تدي له بريزه يدي لك شويه ورق حنه قبل اهو، كل ليله تغلي شويه وتشربهم، بعد اسبوع تبقى جميل قوي. مراتي قالت لي كده وضحكت عليا. ضحكت عليك ليه بقى؟ قالت لي هو في عيان يروح عند دكتور يكتب له على دواء يجيبه من عند العطار؟ قالت لي يا راجل اشتمي صحتك وروح عند دكتور غالي يكتب لك على دواء تجيبه من الاجزخان. يا حضرتك نبات الحنه اللي كتبته لك ده اثبت لك ابحاث عالميه انه مفيد جدا بالنسبه للقلب، لانه بينبه القلب ويساعد على التهاب العضلات وتوسيع الاوعيه وتخفيض ضغط الدم ودرجه الحراره. بالنسبه لحالتك الصحيه والماديه نبات الحنه ده ممتاز. نبات الحنه تاني يا دكتور؟ تاني وتالت وعاشر. الظاهر ان انا قلبت وجيت لك. اتفضل الروشته بتاعتك اهي براحتك، والفلوس بتاعتك اهي براحتك، والمسمار بتاعك اهو براحتك، انا رايح للدكتور نادر براحتك. طب شوف مين مسمارك بعد كده. والله لو جبت يا ما المريض عملت وياه ايه؟ راح للدكتور نادر. الدكتور نادر بعد اللي بتعمله ده كله تسيبه يروح للدكتور نادر؟ دكتور زيادة يا موس. ايوه موس. ايوه اقفل العمليات خلاص. ربنا يسعدك، دماغي ضربت بقى. ما تقبلش اي عمليه. لا لا يا بنير، في اربع حالات ولاده واخدين بنج، فوقهم ويجوا بكره، مش قادر انا. دكتور نادر في دور، مش خايف، في نظام، مش خايف، في بقشيش. لا معلش سيبك خلاص، ما انا هسيبه طبعا. اتفضل انا مستنيك بره. اتفضل يا سيدي. لا مؤاخذة يا دكتور. معلش أنا خدامك. ربنا يخليك. تشتكي من إيه؟ عندي زن وشي في وداني وفي صداع في دماغي. الصداع ده يومياً؟ كل يوم كل يوم. استعملت الأسبرين والنوفالجين؟ كل الأدوية يا دكتور استعملتها. لا سليمة إن شاء الله. أنت محتاج لعملية. طيب والعملية دي تكلف كتير يا دكتور؟ العملية هتكلفك 600 جنيه. زود 200 جنيه دكتور البنج 700 جنيه، مستشفى 1900 جنيه ضرايب. عملية صعبة ودقيقة يا سيد، انت عندك تربة اسكلوزا في دماغك ودي مش سهلة. ده انا غلطان يا دكتور، عندي 7 عيال. انا ابويا عنده 12 عيل، صرف عليا دم قلبه عشان اطلع دكتور مش مصلح اجتماعي. مع السلامة يا باشا. ابوس ايدك يا دكتور، اعمل معروف. يا سيد في مليون دكتور في البلد غيري واحسن مني، البلد مليانة دكاترة، انا مش فاضي. مع السلامة يا باشا. انا مش فاهم، مش هفتح عملية. يا دكتور. يا دكتور. في قاسم السماوي. مساء الخير يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا فندم، الدكتور زيناتي ممتاز وهيقدر يعالجك. هو عليه زحمه شديده جدا، بس انا اقدر اتوسط لك وادخلك حالا. غريبه، مع انه لسه جديد. في ظرف ايام قدر يكسب ثقه عيانين كتير جدا. لدرجه في اجانب بيجوا مخصوص من الخارج عشان يتعالجوا عنده. مدهش مدهش، بس انا مش شايف اي عيانين هنا. لا اصل احنا هنا بنتبع نظام الحجز. كل مريض بيعرف ميعاده ويجي عليه على طول. ومن حسن حظك بقى في مريض اتاخر شويه عن ميعاده، يعني ممكن ادخلك مكانه. اتفضل يا فندم. لو سمحت خليك هنا وعتمشي يا رب يخليك. دكتور زناتي مريض مريض. ايه ده يا شيخ؟ اتفضل يا فندم. مساء الخير. زي ما قلت. دكتور زناتي المريض اللي معاده الساعه 7 على ربع لسه ما جاش، ومش معقول هنفضل مستنيين في مريض من غير حجز، ممكن سيادتك تكشف عليه. طب بتكذبي ليه دلوقتي يا بنت؟ بقول لك مريض يا دكتور مريض. الخلقه دي انا شفتها فين قبل كده؟ الظاهر ان سيادتك عليك اقبال. قولي يا باسط. الله، جدا جدا يا فندم، في اليوم بيكشف 100 كشف. ده انت هتخش النار عدل. والاسعار 50 قرش. ايه قصدك؟ بتبدا من 50 قرش يا فندم. وبترتفع حسب حاله المرض. يعني ممكن توصل ل20 جنيه واحيانا اكتر حسب حاله المريض. ده انت هتخش النار وتصوتي ولا حد يعبر. اسكت بقى دلوقتي. بقى الدكتور زناتي اكشف على سيادتك وهتشوف قد ايه بيهتم بالمريض. اتفضل يا فندم. شعر ولا دقي؟ لا قصدي سيادتك بتشتكي من ايه يا فندم؟ انا مش عيان يا دكتور. امال سيادتك ايه؟ انا مامور الضرايب. من شعبة مكافحة التهرب من الضرايب. كمان يا حمام. غور بقى غور بقى. قلت له ايه يا عصمة؟ قومي يا اختي الضرب. خد الزاد وقومي عليها كمان. 100 عيان في اليوم في متوسط 20 جنيه يبقى 2000 جنيه في اليوم. عكس. في 30 يوم يبقى 60,000 جنيه في الشهر. عكس.
في 12 شهر يبقى 720 ألف جنيه في السنة. أعلى دي بقى أنا والبنت عصمة تعبت أزمة. يعني مليون إلا ربع. يا عم مليون إلا ربع إيه ده أنا غلبان، ده أنا كشفي 50 قرش. ها في دكتور كشفه 50 قرش؟ وأنا لاقي حد يكشف بيها. يا دكتور أنا مضطر أقدر عليك تقدير جوزافي. جوزافي؟ يا نهار إسماعيل حاجة بيهددني. بيهددني. نادي. إيه ده؟ بتاع الضرايب يا بابا، مامور الضرايب. سعاده البيت. اهلا وسهلا دكتور نادر. اهلا بيك. والله كان عيان بس البنك اللي لحقتي. ما فيش شغل غير كده. انا بس مسطوره الحمد لله. الحمد لله. يلا يا واد حي البيت. حييك يا حي الضرايب يا حي الضرايب. بس وادي بحساب السنين قوارير الحساب بالملايين. والله يا بيت برافو. اهو الحساب اهو. ايه اهو يا بابا. ايه تحت يا بابا. عندي بلاك فوت في عينيا. شكرا. طب الدوري. اما انت يا بيه انا هقدر عليك تخدير جوزافي. وماله؟ 50,000 جنيه. يا ضرائب يا حقن. 50,000 جنيه. ده انا معرفش اكتبهم يا بيه. ده انا لو شفتهم اتسرع. ده انا غلبان وابويا ميت. غلبان في دكتور غلبان يا دكتور نادر. انت بيه مش مصدقنا ليه؟ لاني اتعودت اني ما اصدقش اي ممول. كلهم يكتبوا عشان يخفوا حقيقه ارباحهم. ايوه بس فينا الشرطه. الشرطه اثبت انك شريف. يا سلام. هو الشريف يثبت انه شريف؟ طبعا. ايه المنطق المعكوس ده؟ انا اثبت انا. طب انا اقدر اعمل الا لا. طب انت لابس نظاره سودا ليه؟ اصل عينيا بتتعب من ضوء الشمعي. وريني جمالك اهو. الله ده عينيك حمرا من الاجهاد والصحه. ايه ده ايه ده؟ وش الاسمر كده ليه يا ساتر؟ ايه؟ يا ساتر. ايه؟ وريني ثانية. هو ده انت عندك سانتا فول. معقول؟ لا طب انا هسألك شوية أسئلة بس ترد عليها بصراحة. حاضر. بس على شرط. أيوة. اوعى تكون من النوع اللي بتوهم. لا 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 أنا ما بتوهمش أبدا. بتوهم بقى؟ لا اتفضل. طب قول لي بصراحة، أنت لما بتطلع السلالم جري كده ورا بعض ست سبع أدوار. أيوة. بتنهد؟ أيوة. إيه الخبر؟ إيه في حاجة؟ بجد في حاجة؟ لا أنت بتتوهم بقى. يا مش بتوهم بس في حاجة؟ لا خلاص سوري. طب كمل كمل. اكمل؟ ايوه. طب قول لي بصراحه، انت لما ارتحتش ايوه بتشرب كوبايه ميه؟ ايوه. انت خربت علينا يا ملاكو يا هاني يا بتاع. اوعى تكون من النوع اللي بيتوهم. اتوهم ايه؟ ده انا مت خلاص. ايوه. قول لي بصراحه، ايوه انت لما بتدخل الحمام عشان تستحمى ايوه تستحمى وانت عريان؟ ايوه. طب خلاص يلا يلا. وقف على رجليك من الصبح. انت كشفت على حجاب الحبس. ايه الحجاب الحبس ده؟ وما انتش عارف كمان ايه حجاب الحبس ده؟ ده انت لزمك رسم مخ ورسم قلب وتحليل دم وبول ومنظار. يا خرابي يعني انا عيان يا دكتور؟ والله بس علاجك في ايدك يا سيد. ازاي؟ شوف تروح عدل على بيتكم. بيتكم ايه؟ على بلدكم على طول. حاضر. تنام صديقة في السرير 6 أشهر. 6 أشهر؟ وتحط فوقيك وتحتيك تلج كده. حاضر. وتاكل مسلوق. حاضر. وتشرب مسلوق. حاضر. وتنام مسلوق. حاضر. وكل حاجة مسلوق. حاضر. وتنسى حاجة اسمها أرقام أو حسابات. حاضر. أي أرقام أو حسابات إيه؟ أنساها. وأي أسامي كمان تنساها. أي أسامي إيه؟ أنساها. أنا اسمي إيه بقى؟ أنت سلامتي خليفة. ده أنا محمود المليجي. أنا اسمي إيه؟ لا معرفكش. والبيل اللي خد ده اسمه ايه؟ معرفوش. وانت اسمك ايه؟ معرفنيش. الشكل. انا عيان يا دكتور. انا بيه ده فتري سليمه وسعادتك شاهد الحمد لله. اه صحيح. شاكرين قوي. الله يكرمك. هاي يا زناتي برافو عليك. ده انت تجنن. عجبتك قوي. عشان تعرف ان انا اقدر اضحك على الناس زيك بالظبط. انت ايه مالك؟ تعبانه. حاسب ايه؟ اخلاقي تعباني، مبادئي بتوجعني. مسلي وكانها شواكيش بيضرب في نافوخ. اعمل ايه؟ تعملش حاجه اعمل زيي. عايش من غير اخلاق ولا مبادئ ولا مسلي؟ محدش بيعيش من غير اخلاق. انت مش معاكش هذا الشغل بيه؟ انا بتعذب يا نادر بتعذب. يا زناتي الحياه كده. خد شفا هات فلوس، خد علاج هات فلوس. لا يا نادر لا، ده احنا دكاتره يعني المفروض ملائكه رحمه. يعني لازم قلوبنا تبقى فيها رحمه. ايوه فيها رحمه. بس رحمه ولا رحمه نشحن بقى. برضه لازم نشوف نفسنا يا زناتي. يعني مش معقول كله. هلو. ايوه يا فندم. انتخابات النقابة. اوكي ساعتك اديني فرصة اسبوع.
شكرا يا فندم. إيه العمليات يا دكتور؟ عندنا ايه؟ عندنا طحال مبند الراجل واخر حلاوه يعني. عمليه واحده. الطحال. الطحال. وانسى بعد كده. لا 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 مفيش غير الطحال. لا مش الطحال ده اللي قبل البلعوم؟ خلاص خلاص بعد افتكرت. لا دكتور قبل الكوبري. دكتور زناتي. ايه رايك يا دكتور؟ مايا. لو كسبت كل اول شهر 500 جنيه من الهوا. 500 جنيه من الهوا ازاي؟ تأجر لي اسمك يعني. أجر لك اسمي؟ اه. هتعمل بيه تشحت بيه على البيبان؟ اشحت بيه ده ايه يا راجل؟ امال ايه؟ هكتب على يافطه صغيره كده وعلقها على عياده الويلي وخلاص. 500 جنيه عشان تأجر اسمك تطبع على يافطه؟ اه. امال لو اجرتني انا بحالي تدفع لي كام؟ هدلعك دلع شديد قوي القش في ايدك زي الرز. طب ايدي في ايدك يا موسى اهو واعمل فيها اللي انت عاوزه. على خيره الله. بس على شرط اهو. تعال. ايه في ايه؟ تعال بس. في ايه مش فاهم؟ تعال يا موسى. في ايه؟ نفسي يا موسى. اه. نفسي في عياده زي دي. شبيك لبيك عبدك ما بين ايديك امر وانا تحت امر. تكون مجهزه بالاجهزه الحديثه دي كلها. كل الاجهزه بتيجي بالتقسيط المريح بس ابني انا شغالك انا وبحرج لك البليه. بس انا ليا شرط. ايه؟ لازم اتعلم تشغيل الاجهزه المعقده. خصوصا الجهاز اللي اتحرق فيه تسوق النحنوش. غلطتك انت بقى. حطيت راجل جوه جهاز 4 ساعات ولع. غلط. هو 5 دقايق باخر حلاوه. طب ما تخش اعمل لك جلسه. هتجرب فيا انا؟ مش انت القصه بقى؟ انا موافق. افتح لي وانا اخش. يلا على خيره الله. بس عشان طحال. اه. ده بيكاكي احرقك يا موس. عايز تعمل فيها زي ما عملت في نادر؟ لازم اخلص الطب من بلاويك يا خسيق. ريح التمام دي بيتحرق انا شايف. أيوة. شفت بقى؟ أيوة في ثواني والشعر زقلط ازاي وبقيت محلو؟ الاخ اللي في العمليات قول له الطحال بايظ. ايه ده؟ يجيب واحد جديد اركبه له، ده ما ينفعش خالص. لو جاب واحد جديد الفوق له غرستين انا. مساء الخير يا دكتور. سعاده الباشا. ارجوك ما تلمسنيش. ليه؟ امال فين نرمين؟ موجودة. قالوا لي في المكتب ان انا عايزاني فجيت على طول. انتهى بسرعة. نرمين؟ نرمين؟ افندم يا دكتور. ده ديكول. انت جيت يا بابي؟ طبعا يا حبيبتي ارجوك ما تلمسينيش. بمجرد ما عرفت انك عايزاني جيت على طول. انت نفسك في ايه يا بابي؟ نفسي واملي ومنايا ان اشوفك سعيده ببيتك مع زوج انت بتحبيه وهو بيحبك وحواليكم كتاكيت صغيرين يقولوا لي العبيط اهو. اسمح لي. اطمن يا بابي انا خلاص اخترت عريس. اسمح لي اقدم بطلب. اسمح لك. لا مؤاخذه انا جاي اسلم عليك قبل ما امشي. أرجوك ما تلمسنيش. هو حد جه ناحيتك يا جدع انت؟ راح فين؟ انا قررت اسيب العياده. لا. وهرجع الريف تاني. لا. حد من جديد واحوش وارجع هنا القاهره افتح المستوصف في اي مكان. مش ممكن مستحيل. انت لازم تقبلها. طب يعني على الاقل تحضر فرحي انا ونرمين؟ لا مش هحضر اي حاجه. انا مش فاهم حاجه. ايه الحكايه ما تفهموني؟ قولي لي يا نرمين مين اللي اخترتيه؟ مين اللي حبه قلبك؟ انا يا فندم طبعا ده كلام دكتور زناتي يا بابا. انا زناتي؟ ايوه دكتور زناتي. منين والله ماليش دعوه. زناتي يعني ايه؟ يعني كنت بتخدعيني يا نرمين؟ طب ليه تديني الامل وليه تحسسيني ان بقى ده معقول؟ ده شكل يتجوز بنتي ده؟ وانت منظر راجل بنته تتجوز؟ ده انت تعلم الصوف يا نوري. انا بحب دكتور زناتي. ضحك عليكي واثر على عقلك. ما تقولش كده ما تجيش من نفسك. خلاص يا خان انت جي ار بتاع دلس والله انت. نرمين يا بنتي فكري بعقل. هو ده اللي قلبي اختاره يا بابي. في ايه يتحب ده؟ ايه في يتحب؟ مش حرامك انت ها؟ في يا باشا. في والله النوع القصير ده مش سهل اللي ما فيه مزعه كده انما مرعب. منك يا عفريت يا فتاك. في حاجات كتير كلكم مش شايفينها لكن انا حاسه بيها. تشمي يا فجره. دي في حاجات مش شايفينها شفتيها فين انت دي؟ لكن انا شايف ان الدكتور نادر هو الزوج المناسب ليك. شكرا زلمه الطبيب. شكرا. دكتور نادر انسان ناجح عنده كل شيء. المجد الفلوس الشهره زيك بالظبط يا بابي. مش محتاجني لكن زناتي محتاجني وانا لازم افضل جنبه عشان احس ان حياتي لها اهميه. حبك بيفرطحني. مش قادر يا باشا مش قادر. لكن انا مش موافق. مش موافق بالمنع. لا ما وافقتش. لا ارميني يا حبيبتي.
غير مين انت املي؟ زنيت منايا زنيت حياتي زنيت ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا يا حبيبتي زنيت يا بابي هو الوحيد اللي هيقدر يساعدني وقال ايه خلاص يا زنكلو قلت خلاص لا 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 قلت خلاص بس خلاص خلاص ما دام ده اللي قلبك اختاره انا ما عنديش مانع يلا هي. ارجوك ما تلمسنيش انا لسه ما قلتش كلمتي ارسل يا حبيبي نرمينا انت امراه احسن الرجال يتمناك لكنني ارفض هذه الزينه بابي بابي هل جل انت يا رجل اترفض املاكي وثروتي خسيت فكلتك امك يا ابن حليزه لا بورك فيك يا ابن ربيع ولا انت كمان يا ابن فجيع انا كل احلامي اختار شريكه حياتي تكون انسانه بسيطه ونبدا نبني حياتنا طوبه طوبه لكن عمري ما فكرت ابدا ان واحده تبني لي انا حياتي انا اذنك زناتي زناتي مين مين يا حبيبتي ابو الوفا خلاص دخلهم لي تلاتة تلاتة يلا يا سيدي يلا عايزين نفسك دكتور نادر اديني جبت الفلوس اللي انت عايزها خد حق الكشف حق العملية بس ضيعني الصداع اللي في النار يا دكتور قوم معايا سيبني سيبني في ايه؟ النقيب حسن صادق دكتور نادر انت تعرف الراجل ده؟ ده مريض وجاني يا فندم وراح جاب فلوس عشان العملية بس دي كتير قوي ده لص ومختلس كسر خازن الشركه اللي بيشتغل فيها وسرق اللي فيها وهي انت جايب فلوس مسروقه يا راجل انت اتجننت ارميه بره على الضابط انا ما بعالجش حراميه اتفضل بره فلوسك ايه قوم معايا لا ده هينام هنا بقى في ايه يا فندم ده مات لا مات يا فندم دي بس حاله بتيجي حاله وفاه مش حاله وديني ما اعرفه والله ما اعرفه هو جاني يا بيه وعايز يعمل عملية قلت له انا هعمل لك العملية انا تحت امرك اعمل لك العملية وروح هات روح هات اصل العملية يا فندم بتتكلم انا اللي قلت له يروح يا هو ما ماتش يا بيه ما ماتش لا ما ماتش ده اتقتل اتقتل ايوه اتقتل مين اللي قتل انا اللي قتلته يا واد يا موس ايوه ايوه ما تردش ليه ابدا والله اهلا اهلا سلطان بيه مش انا سلطان بيه امال فين سلطان بيه في حد في الدنيا ما يعرفش سلطان بيه لا انا جاي ابارك اهو سلطان بيه شكرا اهلا اهلا سلطان بيه اهلا وسهلا الف مبروك يا فندم مبروك ما تلمسنيش شكرا جوازه موفقه باذن الله عروسه غنيه ودكتور مشهور حسن ونسب ما فيش بعد كده اختصر وخش اسقط لك لقمه يلا هريحك منه خالص ايه ده تعالي هنا ايه انت بتعمليه ده هو احنا في البيت احنا طب خدي اشبعي بيه انا عامل حسابي برضه جاي معايا في حته ثم انت عايزه مني ايه بقى بالظبط انا لازم اشوف لك سيرفه دلوقتي حالا انت لندن بريدج لندن بريدج يا شيخ يا نسيت موس موس ايوه ايوه ايه موس حكايتك معايا بالظبط ايه قعدت تقول لي ان الجلسات بتاعتك هتجيب نتيجه وانا ما جابش نتيجه يا سيدي مش مشكله بقى تعالى الدكتور بعدين بس بص بقى انت مش دكتور ايوه فعلا انا محتاج اسمك تحطه على يافطه عندي في عياده غلبانه على قد ايوه وكل اول شهر اديك فك ولا تروح ولا تيجي ولا تكشف ولا ليك دعوه خالص اوكي يا موسى انا ما عنديش اي بس اصلا انا مش دكتور بشري امال انا معايا دكتوراه في القانون الجنائي دكتوراه في القانون المدني يا سيدي مش مشكله ازاي بقى هكتب على يافطه الدكتور يكشف ويقنن تعالى اضرب لهم اوكي يا موسى يلا حبيبي أهلاً يا ميسا ألف مبروك يا أمي أرجوك ما تلمسنيش يا بخت نرمين من على الجواز أبارك زيها يا روح قلبي هو أنا حاليا زي الدكتور زناتي فين أرجوك ما تلمسنيش يا لهوي يا حس في إيه في إيه يا ست
نرمين قال لها حاجه يا سيد؟ يا اخويا انا مالي ومال نرمين، انا بقول يا لهوي. انا شوفي يا سيد، نعم، لو ما كنتش جوه السرايا بتاعتي يعني ضيفه عندي، انا كنت طلبت لك شرطه النجده. ايوه، لكن انا هسيبك المره دي عشان خاطر بنت صديقي في البيت. فاهمه؟ حاجه غريبه قوي، جدع اسمه الدبان قلت له هات البضاعه وتعالى، انا جاب بضاعه ولا جه، وانا محضر له فلوس. يا دبان 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 يا موس موس يا ولد يا موس. ايوه ايوه سلطه بيا سلطان بيه، معلش يا ولد اللي بتقول مش عارف بروح اقفش كده مره مش عارف. دسوقي بيه لسه ما جاش؟ لا صحيح لسه ما جاش، الساعه دخلت على 2 ولسه ما جاش. هو الراجل بتاع الضرايب هو اللي جه. مين اللي عزمه؟ انا ما عنديش فكره اهو. مش معقول كده، بس انا مش فاضي. ازيك يا عم؟ اهلا 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 وسهلا. ملك الضرايب وصل، عايزك تاخد حضن وتهريبه. مش فاضي يا موس. يلا اهلا يا عباس. اهلا اهلا وسهلا يا صديقي. اهلا يا فندم. الله يبارك فيك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. تعالى بحضنك. مش معقول كده. معقول. تعالى. برافو. كفايه انتهى انتهى. كويس. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه اني جيت من غير دعوه. بيتك بيتك يا صديقي. اهلا وسهلا. بيت يا مؤذن. عارفين في الحفلات اللي زي دي طبعا يا صديقي الواحد ممكن يكتشف اسرار كتيره. انا شخصيا لا يمكن اعزم حد الا بعد ما اشوف بطاقته الضريبيه. وانا شخصيا دفتري سليمه. الدخول في فرح بنتي بالبطاقه الضريبيه. برافو. ايوه الضرايب يا ساده طبعا هي زكاه المال، علاج لغير القادر، فرص مفعولك ابتدى يا صاحبي، فرص عمل جديده. ايوه مجانيه التعليم. جامد بقى جامد. نقعد في معركه، ان معركه المستقبل تتطلب منك ان تدفع ما عليك من ضرائب. ما تقولش ايه اديتنا مصر، لكن قول حددتي اهل مصر يا خراشي. في ايه يا مدام مريا؟ الحمام. تعالى بقى اعمل ايه صديقي؟ ايوه بص، ايوه شوف فوق في حمام. ايوه حط لك دش سخن. ايوه تبقى 100%. اتفضل. الحمام يا ولد. هاي ضروري اكون عجبتك. عبقري. 45 سنه 45 سنه. اجي طب كفك انت كمان بقى، ما بلاش نصمم الكهرب ده معانا. بلاش يا ولد. انا حبيبك. بقول لك ايه يا ولد؟ البوفيه في الرواق جاهز. شفت بوفيه كده وهوبر لحمه كده؟ يلا اعزم الناس كلهم بقى. عجبك يا ولد؟ قوي. زي ما بيقول الولد ده، البوفيه عندي كومبليت، انا عامله علشانكم. تاكدوا ان انا عامله علشانكم، بس في طلب واحد بس، البطاقه الضريبيه لو سمحتم. من غير بطاقه ضريبيه ما اسمحش لحد يخش عندي، وانا واثق ان مفيش حد معاكم باع بطاقه ضريبيه. يا موس. ايوه جنبي البطاقه الضريبيه. حاضر. اتفضل. مستني ايه؟ مع السلامه. شكرا. مع السلامه يا جميل. دباس تعال. جبت البضاعة. طب خد خد ادي ادي الفلوس اهي وعندها بعدين. واديك على الله. مع السلامة. مع السلامة. اهلا يا موس. اهلا. انت هنا من امتى؟ قصدك تقول سمعت ايه؟ لا 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 ابدا، ده واحد صاحبي جات له أزمة ربو فجبت له دواء. والدواء ده صرفته له من المستشفى. رسمي وبشرفك. طول عمرك انسان يا موس. اه بقى البركة في الدكتور زناتي هو اللي علمنا الانسانية. مش عارفه مين اللي علم التاني. لما قولي لي انت لا تليفون ولا اعتذار ولا جيت العياده ولا احزانهم كنت فين؟ في طنطا. شيلوا لها طنطا. بتعملي ايه في طنطا؟ في واحد اتصل بيا في التليفون وقال لي الدكتور نادر موجود في طنطا. صدقيني بضحك عليك. ارى الاعلان اللي انت عاملاه في الجورنال، خرج الدكتور نادر ولم يعد. مكافاه لمن يرشد عنه ويعملها لك شغلانه بقى. النهارده في طنطا بكره في اسكندريه تطلب الشنطه وتروح على الحته اللي قال لك عليها عشان خاطر السي نادر بتاعك. ست اشهر جاي. أكيد كانت صدمة بعد ما مات الراجل بجنيه. لا صدمة جات له بعد ما خط الأطباء وقفته على الشهر 16. لكن الصحافة أصدرت عليه حكم بالإعدام، استغلت الحادثة وشهرت بيه. ولا النكت بقى نزلت عليه زو لو سو لما اتهرب. يا خسارة، حتى الناس اللي كانوا بيكذبوا اتخلوا عنه. دنيا دنيا زي الكورة، مرة في رجلك ومرة في رجل غيرك، الشاطر بس اللي يفضل يغزل للنهاية. تمام، زي ما عملت أنت في الدكتور زناتي. تمام، أنا عملت إيه في الدكتور زناتي؟ أنا ساعدته عشان يخفف قناه المعذبين على الأرض، فتحت له عيادة في كل حي شعبي، ما خزاش عين الشيطان في يوم وراح لواحد غلبان من دول. يا خسارة. خسارة. مش عارفة إيه اللي غيرني من حياتك بعد ما كان عاوز يشتغل. النهاردة أنت بقيت حبيبي وقلت له في الكل. لا، إذا كان الزناتي حبني كان لازم يحبني
بعد كل اللي عملته له. انا اللي فتحت له السكه. كان اي صحفي يسال عن مشكلته الدكتور نادر ادخله انا للزناتي خليفه. الزناتي خليفه هو اللي يتكلم، هو اللي يقول، لغايه ما الناس كلها عرفت مين الزناتي خليفه. دكتور انسان عايز يخفف انات المعذبين على الارض. وادي شايف النهارده اللهم صل على النبي العياده الناس عليها كده، مش كده وبس، افتح اي جورنال اي مجله تلقي صور، اصبح الطبيب الخاص للفنانين والفنانات. افتح التلفزيون في يوم تلاقيه بيتكلم في الاقتصاد، في السياسه، في محو الاميه. ده اول امبارح كان بيذيع ماتش الاهلي والزمالك. ياي ولا فستان ترشي يا دكتور محسن، دي عروسه غنيه ودكتور مشهور. بس بلاش يا اختي علاء ولا طعمتها. شايف يا سيدي عروسه زي القمر اهي. حتى انت حتى انت روح بيتك يا شيخ، دي مثقفه يا بنت. هاتي العروسه تعالى. اهلا 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 بعروستنا الجميله. عروسه ميرسي. اتفضلوا في البيفيه هنروح. اهلا اهلا بعروستنا الحلوه. عريسي لسه ما جاش يا موسى. عريسك يا فندم بيخلص على رقبه واحد في العياده وزمانه جاي. روح كلمه قول ان في معذبه مستنياه. معذبه واحده بس ده كلام؟ عصمت انت هنا. الف مبروك يا نرمين. انا منك يا عصمت، كنت فاكره انك هتكوني جنبي احلى ليله في عمري. يا سلام، مش قادره اصدق ان كل احلامي اتحققت بالسرعه دي. طول عمري بحلم بالفارس اللي يحبني ويجي يخطفني على حصانه الابيض. ما هو حلمك اتحقق وطلع الفارس دكتور ومشهور، الناس كلها بتعبده. وبعد ما عبدته اتغير وبقى طاغيه. التغيير قدام عيالك دليل على حب الناس ليه. عندهم وهم انه هيقتل المرض اللي جواهم. عايزه انتي بتشوفي في كفاءه الزناتي؟ ابدا ابدا، بس كفاءته وخبرته وعلمه يديها بس للي بيدفع الثمن. انتي ازاي تتكلمي على الزناتي بالطريقه دي؟ انتي عارفه كويس الوحيده اللي بتحس بانها المعذبين. انا هفضل جنبه اساهم معاه بكل قوتي لانقاذ البشريه. انا خلاص يا عصمت كلها كم شهر هتخرج من معهد التمريض. ما تسعيش انا حبيت المهنه دي قد ايه. بس ارجوك مفيش على دكتور زناتي يعرف. اصلي عاملها له مفاجاه، ضحيتيني من الفرحه لما يعرف. هنحقق سوا الحلم الكبير، حبيبني مستوصف الدكتور زناتي خليفه. جوزي حبيبي وشريك حياتي اللي جاي هكون بين ايديه انا وهو وبس. بعد ما خلصت العيادة جريت على مستشفى المعادي عملت عملية نقل مخ، وبعدين جريت على مستشفى العجوزة عملت عملية زرع قلب، وبعدين جريت على الزمالك كان في واحد صاحبي طلع له خراج. ببص الساعة لقيتني اتأخرت، رحت أدخله وجاي عشان أقابل أرق وأجمل عروسة في الدنيا. يا حبيبي يا حبوب قد إيه أنا سعيدة. وأنا قلبي مش قادر يتحمل الفرحة. وأنا كمان. أنا بحسد نفسي، أنا أول واحد من أصحابي يتجوز واحدة حلوة. صحيح يا زنوتي، كل اصحابي متجوزين غفر، لكن انا متجوز احلى وارق واجمل عروسه في الدنيا. قصه حبنا لازم يعملوها مسلسله تلفزيونيه. نرمين والزنادي خليفه. انت بقيت اشهر من دكتور كيرغل. مين دكتور دمل ده؟ خريج اي دفعه؟ ده دكتور في التلفزيون. مسكين زيك. الناس ظلمته زيك. وبعد كده الناس عرفت انت زيك. ايوه بس من يوم ما عرفوا قيمتي وهم عاملين عليا زي الطوفان، الواحد مش عارف ياخد فلسه، انا قصدي نفسه، وبرضه مش عايزين يعتقوا. وده يزعلك يا حبيبي ان الناس كلها بتثق فيك. انت بالشكل ده هتحقق رسالتك وتخفف عن الامك اكتر عدد المعذبين على الارض. بس الارض مليانه معذبين ولازم حد يساعدني. خليك انت شمع منوره في وسط الدرب. يا حبيبي يا دكتور زناتي. يا حبيبي يا دكتور زناتي. يا دكتور زناتي أرجوك من فضلك تكشف عليا. ده وقته مش شايفني بحب. معلش يا دكتور. اكشف علي وحياتي. افتح بقك اقفل تعالى. شوف يا ابني انت قدامك عنبه كامله وهكلفك 2000 جنيه. يا دكتور ده انا غلبان ومعيش فلوس. يا حرام. يا حرام. طب خد يا ابني. خد شبرق نفسك بيهم. ربنا يخليك يا دكتور. حبيبي. هبطت. جبت الفلوس دي كلها مين يا حبيبي؟ هذا من فضل ربي. تعالي بقى تعالي تعالي تعالي. صوته.
صوته ولا ضوءه؟ انا متاكده اني سمعت صوته. صدقيني ده وهم. انا قلبي بيقول انه جه. قلبك؟ اسم الله على قلبك. قلبك بيضحك عليك يا هاني. طب دور عليه يا موسى، اكيد هتلاقيه. بتقول ايه؟ دور عليه. حاضر، هدور عليه. اما مولاي مهبوشه صحيح، اشمعنى هي اللي فاكراه؟ ما كل الناس نسيته. الدكتور نادر قال ده بقى ماضي محدش فاكره. حتى انت نسيته يا حمار. مار 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 مار. الصوت ده مش غريب عليا، ما كانش في حد بيقول لي يا حمار الا هو. نفسي اشوفه، نفسي اشوفه علشان اقول له مين فينا اللي طلع حمار. حضرتك طول عمرك حمار يا موسى. سوف 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 سوف. اهو الحمار ده قدر والحمد لله يخلي العياده زي ما هي. كل اللي تعرف العياده يا اسطى اتشالت يافطه واتحطت يافطه علشان الناس تعرف ان وراء كل طبيب عظيم امراه. بس ما يكونش زيك. ازاي انا عارف حاجه؟ ما شفتوش يا موسى؟ نعم ما شفتوش؟ ما شفتوش. توش 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 توش. حتى انت يا موسى يا ترى انت فين يا مين؟ عايش ولا ميت؟ انا عايش يا عيني. شبعان هموت من الجوع. اجيب لك تاكل. عطشان اجيب لك تشرب. وحيد اجي اسلم. يا ريت يا عزيزي انا ما رضيتش اتصل. قلت يعني اما اجي لكم كده مره واحده. انا ايه يا شاب انا كلمتك؟ اسمع استغفر الله العظيم يا رب. نادر بشحم ولحم. يعني انت بعد الشر ما متش؟ ما متش. كنت فين المده دي كلها؟ بعد الحادثه كان لازم اختفي بعيد عن الناس، خصوصا بعد ما الجرايد شهرت بيا والنقابه وقفتني 6 اشهر شهر بحال الصحافه اتبهدل فيا. فجاه بقيت انا الشماعه اللي علقوا عليها اخطاء الطب والاطباء والمرضى، حتى المواصلات والتليفونات قالوا انا السبب. ما كانش في حاجه اعملها، خدتني رجليها لبعيد. فجاه لقيت نفسي قدام الامر الواقع، اول مره في حياتي اشوف بني ادم بيشيل طين من الارض ويحطه على دماغه. فلاح مسكين مراته ماتت صغيره قاعد يعيط، مسك امه يقول لها السبب انت اللي قتلتيها، ربنا خلق لنا الطب والدواء، الجهل يلزمه ايه؟ كان عندها حمى، بدل ما يودوها الوحده العلاجيه امه قعدت تعملها الابخال وليه ماتت. وده فكرك بحادثه الراجل وهو بيموت من ايديك؟ الحادثه دي كان لازم تحصل يا عصمت عشان افوق لنفسي واشوف الدنيا على حياتي. انا كنت زي كتير من الناس عايز احقق الشهره والمجد والغنى باسرع وقت واسرع طريق عشان احقق ده مات الانسان اللي جوايا. والاول مره اعرف ان ابويا المرحوم الدكتور المستكاوي كان عظيم، لانه عارف السعاده فين؟ السعاده الحقيقه ان الانسان يسيب ذكرى حلوه، يسيب علم يستفيد بالناس. دي كانت رساله ابويا وهتبقى رسالتي يا عز. قد كده اتغيرت؟ اوه انا اتغيرت بقيت انسان تاني، واخد من بره من جوه حاجه تاني خالص. وايه اللي رجعك؟ الاعلانات اللي في الجرايد، الجاي يزعل اللي هيرشد عني، قعدت اسال نفسي مين اللي بيحبني؟ مين اللي عاوزني ارجع وافتح العياده وابتدي من جديد؟ تفتكري مين؟ مين؟ انت عارفه؟ مين؟ سلام خليفه. مش كده لما قريته هيتجوز قلت لازم ابارك له. هو فين دلوقتي؟ عاوزني ليه يا سلطان؟ تعالى اعمل له مفاجاه. سيادتك عاوزني فين؟ سناتي بيه. ايوه انت عارف انا بعزك قد ايه؟ ايوه يا سيدي عارف. اتفضل يا صديقي هديه زفافك. الورقه دي هديه زفافي؟ افتحها وشوفها. قول لي فيها انا فاضي اقرا. باختصار شديد انا فكيت الرهن عن بيت الهانم والدتك. اوه بتمام اللي في باب الشعريه. ايوه. اوه باردون سوري اللي في باب المكرونه الرفيعه. هو ده يا فندم. والله فيك الخير يا درامل. اصل انا بقى لا يمكن اسال انه انفتح عليه كوبري. اوه بتمامي بقى كوبري. لا قدامه كوبري وجناين وميدان واسع والمنطقه بقى سياحيه. وده دليل انك محظوظ يا زناتي بيه. الله انت هتنقع عشان حته كوبري؟ بالعكس ده انا فكرت استغل الارض بتاعت باب الشعريه في مشروع عظيم. ايه هتعمل كوبري تنافس فيه كوبري الحكومه؟ لا مستشفى. مستشفى على الطراز العالمي مزوده باحدث الوسائل العلميه والالكترونيه. وهكتب لك فوقها يافطه حمراء بالكهرباء طولها 50 متر. مستشفى الدكتور الزناتي خليفه. اه بس ده مشروع عاوز راس مال كبير قوي. في مستثمر اجنبي هيشاركك في المشروع. انت هتساهم بالارض واسمك. وهو هيساهم براس المال. وانت هتساهم باليافطه الحمراء طبعا. بس ودراسه المشروع ده دراسه مظبوطه. وتفضل الرسم الهندسي اهو زي ما هتشوف. انت عامل رسم هندسي؟ طبعا. ماشي. هنا في حمام سباحه العيانين. ايوه يا حلاوه. وصاله جيمنيزيوم العيانين يا جماعه. حمام ساونا هنا.
العيانين برضه. وملاعب تنس وجولف وقدم وسلة وسينما ومسرح وكافيتيريا في الحتة دي. وكباريه ونايت كلاب. والله هي الفكرة شيك قوي. بس أحب أضيف عليها. أيوه. الديسكوتيك. مين يا أخويا؟ الديسكوتيك. بتقول ايه اليافطه بس ده ما ده امال فين غرف العيانين؟ فين غرف الانعاش؟ فين غرف العمليات؟ ها يا عزيزي دي مش مستشفى للعيانين. امال مستشفى للعوالم؟ دي مستشفى للناقهين. طب ما تقول له كلام ده لازم تلف لي اللفه دي كلها بالظبط. بس في الاوراق الرسميه بتقول انها مستشفى علشان نستفيد من الاعفاءات الجمركيه ونتهرب من الضرايب. ايوه بس انا كنت فاكر زمان كان نفسي اعمل في البيت ده مستوصف. معقول الدكتور سناتي خليفة كله يفتح مستوصف؟ فكر كويس في المكاسب الكبيرة اللي هتعود عليك. عموما العقد جاهز اهو. ايرابا ديباندوم دي على مهلك. عن اذنك اصل بحب الرقصة دي قوي قوي. اتفضل اتفضل. سناتي. ايه اللي جابك؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ بتفكرني الحلاق صح؟ انا؟ لا بس انت بقيت شيك قوي. هذا من فضل ربي. امال فين البدله اللي مزيتها؟ حرقتها وجاز. بتتشيلها للذكرى يا اخي. فين اخلاقك؟ فين مبادئك؟ فين مسلك؟ اخلاقي ومبادئ ومسلي السلبيه وعدم تحمل المسؤوليه بيسدوا اي بصيص امل او نور. ايه اللي تقدر تعمل لو كنت مكاني؟ بالتاكيد ما كنتش تقدر تعمل اي حاجه وساعتها كنت هتحس بالعجز. لكن انا ما يأستش. فضلت اقاوم حتى بعد ما قررت ان انا اجي القاهره وافتح المستوصف. لقيتك رهنت بتومي شريكتك في العياده بس للاسف كانت منافسة غير شريف. هو ده اللي خلاك تيأس؟ من بره كنت بقاوم لكن من جوايا كنت حاسس مجرد كلامه بس. والناس يا السبب. الناس هي اللي بتجري ورا الكشف الغالي. عندها عقدة ان الغالي تمنه فيه. لما كانت العيادة بخمسين قرش محدش هوب ناحية العيادة. خمسة جنيه الرجل دبت في العيادة. عشرين جنيه الطوابير قدام العيادة. لو عملتها بمية جنيه هتلاقيها محجوزة خمس سنين لقدام. اهو ده الصعود للهوية يا زناتي. كلام وشعارات يا استاذ. ايوه بس الناس لما بتكتشف الكذب ما بترحمش. زناتي. بتفكرني بالزناتي خليفه بتاع زمان. الزناتي خليفه الانسان الطيب الساذج. الزناتي خليفه اللي كان قلبه ينزف دم من شك الدبوس. صدقني الزناتي بتاع زمان احسن مليون مره من الزناتي ده. يظهر ان موت الراجل بين ايديك اثر على مخك. اثر على قلبي وصحاه. انا ماشي. زناتي. نرمين. حقيقي الكلام اللي بيقوله نادر؟ سكت ليه؟ ما بتردش ليه؟ هي دي مبادئك؟ هي دي مشكلك؟ هو ده التخفيف عن الام المرضى والناس المعذبين؟ وده دورك في انقاذ البشريه؟ خساره يا خساره يا خساره. الحقني يا دكتور. صابت بيجري ورايا بيقول عليا حرامي. اهو معرفش ايه. احنا جالنا بلاغ مجهول ان الموز سرق ادويه. انا ما سرقتش. عملنا له كمين وظبطناه متلبس. ولا كمين بتقولوا كلام مثلا. مين؟ الراجل ده حارس ظابط. انا بشبع على سعادتك. ومفيش ظابط في البلد غيرك ولا ايه؟ الراجل ده حارس ظابط ودوه جنينة الحيوانات. لا لا ما تودونيش جنينة الحيوانات. انا بخاف من الفيل. بلاش. مين اللي بلغ عني؟ انا يا موس. انت روحي لامك عايزاكي يا اختي. روحي. طول ما انت عايش في الجو ده هتشوف حاجات من دي كتير قوي يا زناتي. دكتور زناتي. يا فندم. ارجوك تقبل استقالتي. انت يا عصمت ليه؟ لاني مسافره مع الدكتور نادر. مسافره معاه فين؟ السنبلاويين. فين؟ السنبلاويين. السنبلاويين؟ السنبلاويين خدنا الفيزا امبارح. وغيرنا فلوس الصبح. بكام؟ الجنيه بسبعة سنبله. على طول. تعمل ايه بالسنبله يا شاب؟ نرسم بسمه امل على شفايف كل مريض، نحقق الاحلام اللي انت ما قدرتش تحققها. طب اتفضلي. هتلاقي الحمارة بتاعتي في الممنوع مكتوب عليها من ورا يا حلاوتك يا خوخة جبتك بعد دوخ. وزلميتي أصلا الله مين كوجاك؟ هاي دكتور نادر. دكتور زناتي يا حياتي. مضيت العقد. ليه ما وديتش على المشروع يا زناتي؟ مش حمدي يا درامل. انت اتجننت يا زناتي؟ مش عارف ان فينا العاقل ومن فينا المجنون. ساعات عايزني انا ولا حاجه، مجرد قاله بتجمع فلوس وبس. طب اسمع كلام امي بس بسرعه. طيب يا سيدي حمدي لك. امضى اللي هي بقى. ايه اللي بتعمله يا راجل انت ده؟ حمدي لك القرد. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ ايه؟ انت مجنون. انا مجنون؟ انت مجنون وستين مجنون. انا مجنون؟ ده انت تجنن البلد بحالها.
زناتي؟ نعم. انت مجنون وستين مجنون، وانا اسف اللي جوزتك بنتي. عندك اي خد؟ هاخدها اسحبك طرف جدتك طبعا. ده حتى طويلة عليك. دلوقتي بقى طويلة عليك. زناتي؟ ليه ما تكونش انت اللي قصير عليها يا زناتي؟ خلاص انا اللي قصير، كل واحد ياخد مقاسه. زناتي؟ نعم. ما عطلكش يا زناتي. يعني يعني تمشي. انت اللي تمشي. انت تمشي. انت ستين تمشي. بقول لك تمشي. طب مش ماشي. انا همشي. ايوه. بس هخليك تمشي. ايوه. تبص وراك. عن اذنك يا شاطر. يا سلام. عن اذنك. انا مجنون يا مهبوش. افرجك. انا خلاص حارب على الناس. هحقق حلو على المستوصف. هحارب مرض في كل مكان. هرجع البسمه لكل عيال. مش هتخلى على المبادئ ولا الانسان. مين على المستوصف؟ فين يا زلمه؟